Quem não anda é o STP. Olá, senhores, a sabura men é uma vez. Chegna mantém a da STP. Querem aqui um ala reptil. Rapen a primeira é o mesmo. بتاع اس بي الاصلي ازاي كان بيشتغل وفهمنا حاجه اسمها الالكشن بروسيس ازاي ان احنا اول خطوه بننتخب سويتش او بنسميه الروت بريدج وازاي بعد كده بننتخب حاجه اسمها روت بورت عندنا روت سويتش واحد في التوبولوجي كلها عندنا بعد كده كل سويتش نوت روت بننتخب روت بورت واحده واخيرا بنشوف الديزيجنيتد والايه والالتيميت بورت ده كان الالجوريزم بتاع الاس تي بي او سبان تري الالجوريزم بعد كده دخلنا بعض التفاصيل شويه في الالجوريزم اكتشفنا ان هو بيتم عن طريق ان حاجه اسمها مسج اسمها بي بي تي يو المسج دي جواها اكتر من حاجه مهمه جواها حاجه اسمها روت بريدج اي دي جواها حاجه اسمها سندر بريدج اي دي الروت بارت كوست واخيرا السندر بورت اي دي دول الاربع حاجات اللي على اساسهم بتتم عمليه الالكشنز او الانتخابات وبنختار حاجه دايما على كل سيجمنت اسمها سوبيريور بي بي تي يو واللي هي دي اللي هي بتغلب وطبعا فاكرين دوت ازاي بيبقى فيه اربع خطوات برده نفس الفكره the lowest root bridge ID رقم واحد لو دي متساويه بنقص عشان نكسر التعادل لل lowest root path cost لو ال root path cost متساويه بنخش على ال lowest sender bridge ID واخر حاجه لو هما نفس ال bridge ID sender معنى كده هما اللينكين دول ما بين نفس السويتشين بنقص على ال lowest sender port ID. واضح كده؟ اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ بعد كده دخلنا على ال PVST المره اللي فاتت وشفنا التفاصيل بتاعتها ال Purview LAN Spanning Tree ودي كانت الانهانسمنت او التحسين بتاع سيسكو للسبانينج تري بروتوكول عادي شفنا ان احنا بنعمل اكتر من شجره لكل فيلان وده بيتيح لي ان انا اعمل لود بالانسنج على اللينكس بتاعتي بحيث كل اللينكس تبقى شغاله بدل من الطبيعي ان يعني على الاقل تبقى في لينك واحده بتبقى مقفوله وده عن طريق ان احنا عدينا في البريدج اي دي بدل القديم اللي هو كان تو بس خانتين البرايورتي والماك بقى البرايورتي الاكستندد سيستم اي دي اللي هو الفيلان اي دي في الحقيقه واخيرا الايه الماك تمام ده كان ال PVST وشفنا القصه بتاعته. كان فاضل لنا بقى اخر حاجه اعلن علينا يعني في مستوى سي 90 وهو ال Rapid Spanning Tree Protocol وهو RSTP وده الستاندرد اللي نزلته ال IEEE وطبعا يعني كان اسمه كان رقمه في الاول 802.1W تمام دلوقتي الحقيقه الارقام اتغيرت بقى 802.1D اللي هو كان زمان ال STP يعني ما تحاولش تحفظ الارقام عشان في الحته دي بالذات عشان هم كانوا حاجه زمان وبعد كده بقوا حاجه ثانيه ودلوقتي بقوا حاجه ثالثه فالمهم ان هو كان ستاندرد اسمه ال RSTP ومعنى كده ان اي سويتش يقدر يشغل بس سيسكو ما بتشغلش RSTP او رابيد سبانينج تري بروتوكول بتشغل رابيد بيرفيدنت سبانينج تري تمام طيب سواء كده او كده احنا عايزين نفهم كلمه رابيد وايه الفكره بتاعتها الفكره بسيطه جدا رابيد يعني انا مستعجل انا عايز الدنيا عندي تخلص بسرعه اوكي فهنقدم مجموعه من الكونسبتس تمام والكونسبتس دي هتساعدني ان التوبولوجي بتاعتي اظن وريتها لكم كده ديمو سريع المره اللي فاتت في الاخر كانوا نفس الثلاث سويتشات غيرتهم خليتهم رابيد وطفينا وشغلنا تاني وايه اللي حصل عملوا كونفرجنس في ثانيتين والطبيعي زي ما قلت لكم في الحاله العمليه ان بيحصل الكونفرجنس او الالكشنز دي كلها بتخلص في ثانيه واحده. طيب ازاي دوت هيحصل؟ اول حاجه عرفوا لنا نوع جديد من البورتات قال لك اي بورت عندنا دلوقتي هتبقى ايذر حاجه اسمها ايدج بورت يا اما حاجه اسمها نون ايدج بورت. وفي النهايه ده مش جديد ده مجرد اسم للحاجه القديمه اللي اوريدي سيسكو عملتها وريتها لكم المره اللي فاتت. ان هي البورتس اللي رايحه للبي سي فاكرين شغلنا عليها خاصيه اسمها ايه؟ بورت فاست تمام؟ ودي كانت بتخلي البورت دي انستنتلي لما تكبر بتروح لفورورد بمعنى ان البورت دي بتموف على طول من اللي هو الحاله البدايه اللي هي شوت داون لايه؟ لفورورد على طول. وهي دي دلوقتي بتساوي الكلمه اللي اسمها ايه؟ ايدج بورت تمام؟ اذا طبعا ما كانش ينفع ياخدوا نفس الاسم بتاع سيسكو بورت فاست فبقى اسمها ايه دلوقتي؟ ايدج بورت. طبعا واضح ايدج يعني الحافه يبقى قصدهم ايه؟ دي البورتات اللي رايحه للاخر رايحه للاند ديفايسز زي ما سميناهم اول يوم كمبيوتر سيرفر برنترز وات ايفر وبالتالي انا مش محتاج على البورتس اللي هي الايدج دلوقتي ده الاسم بتاعها اني ايه اتعب نفسي واشغل تايمرز واشغل اي او انتظر اي حاجه انا انستنتلي هموف تو ذا فورورنج ستيت. اما اي بورت ثانيه يعني في الرسمه هنا دي اي بورتس كل البورتس دي في الحقيقه هيبقى اسمهم ايه؟ نون ايدج بورتس هيبقى اسمهم نون ايدج بورتس جميل جدا اوكي طيب في عالم سيسكو مفيش امر جديد هناخده ولا حاجه الموضوع الايدج بورتس دوت الحاجه الاساسيه ما زالت زي ما هي بورت فاست اوكي اساس بتقول لك انا اخترعتها مش هكتب لك امر جديد يقول لك مثلا ايه سبانك تري ايدج بورت مثلا لا ما هي اصلا عندي انا من زمان انا اللي مخترعاها واسمها ايه بورت فاست اوكي
فسميناها اسم جديد وده الاول اضافه اضافها للار اس تي بي. فاذا السويتشات الثانيه الاتش بي والديل وال3 كوم والحاجات دي بقى تقدر تشغل الخاصيه دي ولا لا؟ تقدر. يبقى اذا الكمبيوتر هنا مش هيتعب ولا تحصل المشاكل اللي قلنا عليها بتاعه 30 ثانيه اللي كان بيتاخرهم وتلاقيه خد ايباد سليمه في الاخر مثلا او حاجه زي كده. واضح؟ طيب دي اول اديشن عندنا اضافت في الار اس تي بي. الاديشن الثانيه اوكي واللي هي مهمه جدا جدا بالنسبه لنا ان دلوقتي كل سويتش بيبعت بي بي دي يو كل ثانيتين. يعني ما احنا كنا كل سويتش لا احنا قلنا قبل كده ان الروت فقط اللي مسموح له يبعت بي بي دي يو كل ثانيتين والتانيين بي ايه بيفوردوا اللي بيحصل بيفوردوا المسج بتاعتهم. فطبعا ده كان بيسبب مشكله لان مثلا لو الرسمه دي وانا ده روت اوكي هو اللي لازم يبعت هنا كده ويبعت هنا كده. انا افترض ما بين 2 و3 هنا هو ده اللي خسر اللي هو 3 يعني اللي خسر فبعد كده 2 بيفورورد هنا لان دي كانت ايه ممنوع ان انت تبعت من عليها ان هي بلوكينج. فهنا في هذا الكلام اوكي في الحاله زي دي لما لو الروت سويتش توقف عن الارسال مثلا للراجل دوت فاكرين؟ تمام؟ انا مثلا هنا اللينك دي توقفت اوكي يبقى ايه اللي هيحصل للراجل دوت ان هو هيبقى اوكي الروت مش موجود صح؟ وهيبدا يبعت لده وساعتها كنا بنشتغل بالتايمرز بتاعتنا ان هو المسج اللي ستورد هنا اللي هي القديمه كانت بتنها ستورد في الرينج ده تايم كده الاول بنخزنه اللي هو حاجه اسمها الماكسيموم ايج ناقص المسج ايج يعني من ساعتها كانت بتقعد 19 ثانيه في الحقيقه وبعد كده بنستنى كمان 30 ثانيه. لا الكلام ده كله غلط. دلوقتي بيقول لك اي سويتش يقدر يبعت البي بي ديو بتاعته مش مستني ان هو يكون ايه تجي له من الروت. فاللي هيحصل كالاتي هيحصل كالاتي ان لو اللينك دي اتقطعت هنا السويتش ده هيبعت لي اوكي يقول لي ان هو مين؟ الروت صح؟ هرد عليه ساعتها. اول ما يبعت لي معلومه هرد الله انت بتقول لي ان انت بيبعت لك بي بي ديو احسن لا البي بي ديو بتاعتك دي تمام انفيريور او جاي رد عليه وهو كان ممنوع يعمل كده فاهمين الفكره؟ لان مش هو الروت يعني فاهم دي القصه بتاعتنا كلها وما يقدرش يعمل حاجه كده فيقوم جاي بعت البي بي ديو بتاعتك اللي هي جايه له هنا اللي هي دي بيست بي بي ديو او السوبيريور بي بي ديو فيقرا الراجل ده. اذا انسنت هتلاقيها في لحظه ان هو التاني اقتنع بدل ده ما كان بيخش في قصه طويله هو 49 ثانيه تمام. لا دلوقتي لو حصل اللينك دي كده وقعت اللي هي الموصلات للروت تمام هتقدر التاني يرد عليك لحظيا. كل ده عشان خاطر السويتشز عندنا بقت كيبابل ان هي تبعت الايه البي بي ديوز نفسها واحنا شغالنا خاصيه ان هي لما يجي لها انفيريور بي بي ديو ترد على طول هي لو عندها سوبر بي بي ديو ترد على طول وما تنتظرش التايمز. في الحقيقه وده الاهم ان مفيش خلاص تايمز اوكي هو الرابت نمبر 1 بقى الحاجه اللي عملها ان مفيش حاجه اسمها تايمز. تقول لي لا لا ستوب ثانيه واحده كانت ايه فائده التايمرز لما شرحناها المره اللي فاتت؟ ليه اصلا كان في تايمرز من 30 ثانيه ولا 20 ثانيه ولا عشان ما يحصلش ان يبقى عندي تو روتس بالظبط عشان الشبكه بتاعتك لو كبيره قوي هم حسبوا قطر الشبكه على 7 سويتشات فاكرين؟ ولو هم 7 سويتشات قعدوا يعملوا شويه معدات كده قال لك اه احنا محتاجين 30 ثانيه فقال لك عقبال ما التوبولوجي دي كلها تكون فرش 30 ثانيه فعشان كده لازم ننتظر والا لو ما انتظرناش كده وكان فعلا التوبولوجي عندنا 7 نطاط او 7 هوبس يعني فاهم فبتاعها ايه اللي ممكن يحصل؟ مين روت زي ما عبد الله قال وبالتالي تحصل لوب ما هو كده هتبقى في لينكس فورورتنج لما هي المفروض تبقى ايه؟ بلوكينج. لا ار اس تي بي غير الموضوع دوت تماما عشان خاطر الالكشن بروسيس بتاعته نفسها اتغيرت. الالكشن بروسيس اتغيرت ازاي بقى؟ ايه اللي اتغير في الالكشن بروسيس؟ فاكرين ايه اللي كان بيحصل؟ نرجع للبدايه خالص. ايه اللي كان بيحصل هنا؟ اللي كان بيحصل هنا ان كل واحد بيصحى من النوم يفتكر ان هو ايه؟ الروت. مظبوط؟ عشان اوضح لكم ايه اللي بيحصل مع الاستاذ ار اس تي بي هنعمل حاجه جميله جدا. هنقوم جاي داخلين هنا كده. اوكي هنعمل كده كده اهو. كده فورتس مقفوله ماشي عادي. هضيف هنا للرسم سويتش ووريكم دلوقتي الانتخابات هتحصل ازاي لما السويتش اللي انا هضيفه دوت هنا بهذا الشكل يتوصل. ماشي؟ تعال نشوف من البدايه. طبعا لو كان شغال بالنظام دي كان ايه اللي هيحصل؟ ده هيفتكر نفس الروت صح؟ هيبدا يبعت فيديو هنا وفيديو هنا. دول هيردوا عليه اوكي؟ وعندهم لو انت سوبر فيديو لو انت احسن فعلا خلاص تمام؟ لكن مش هيردوا عليه يعني لكن لو هو مش احسن هيرد عليه ويبعتوا له الايه؟ السوبر فيديو اللي عندهم اللي هي بتقول له لا ده احنا عندنا روت احسن منك اللي هو مين؟ اس واحد بس برضه هننتظر قد ايه؟ يعني بعد ما خلاص ماشي انت غلبتنا وانت ماشي خلاص هيختار طبعا واحده من دول البورت والثانيه هتتقفل القصه بتاعتنا العاديه جدا بس الكلام ده كله بيحصل بعد قد ايه؟ 30 سنه صح؟ لا بص بقى اللي هيحصل دلوقتي انا هبعت مسج كده ومسج هنا كده تمام بقول فيها ان انا روت ان انا روت
طبعا هنفترض عادي الميك ادريس زي ما قلنا وحايد البيانات 3 4، فطبعا ده اكيد مش ده كده مش ايه. فده لما توصله المسج دلوقتي خلاص زي ما قلنا ما بقاش في ستاندرد روت، فهيبعت هو المسج بتاعته، هيبعت هنا المسج بتاعته يقدر يرد على طول بس سوبيريور بي بي تي بتاعته. حلو كده؟ ايه بقى الاختلاف اللي عمله الار اس تي بي؟ لو انت بتبعت لي مسج اللي هي سوبيريور بي بي تي بتقول لي جواها بفلاج، حد لو فاكر فلاجز من ايام تي سي بي فاكرين فلاجز عندنا اللي هو يا ب1 يا بي يا ب0. فعملوا كذا فلاج كده، هو في حاجه كانوا موجودين اصلا بس ما كانوش مستخدمين في الاس تي بي القديم، الار اس تي بي بقى استخدمهم، والفلاجز ديت بقت تقول مثلا انت تبعت وتقول البورت بتاعتك هتبقى ايه. بمعنى انا دلوقتي ببعت اقول لك ان الروت اس 1، فانت هتوافق الروت هيبقى ايه؟ اس 1 صح كده؟ طيب نتيجه دوت ايه بالنسبه للدورز بتاع البورت؟ فاهم؟ البورت بتاعتنا هتبقى ايه؟ يعني لو فكرنا هنا في المثال دوت خلينا نعمل الكشنز عادي جدا، مين هتبقى الروت بورت هنا؟ مين هتبقى فوردنج؟ مين هتبقى مقفوله؟ ده اللي بقول عليه، اوكي؟ فطبعا هنا هنحسبها زي افتكر كل اللي كانت 4، يبقى ايه اللي هيحصل ده؟ السكه دي 8 والسكه دي 8، تمام؟ اوكي ما فيش كده كوست مش هتفني في حاجه، صح؟ هنبص على ايه بعد الروت باس كوست؟ ده الاي دي بتاع اللي بيبعت، صح؟ يبقى اذا مين اللي هيشتغل؟ يعني اذا المفروض دي تبقى روت بورت، صح؟ المفروض دي هتبقى ديزيجنيتد بورت. هنا ما بين 3 4 ده هيقول له الروت اس 1، ده بيقول له برضه الروت اس 1، ده بيقول له الكوست بتاعتي 4، ده هيقول له الكوست بتاعتي 8، يبقى مين اللي هيكسب؟ اللي فوق اللي هو 4 هو اللي هيكسب، اذا دي اللي هتبقى ديزيجنيتد بورت ودي هتقفل زيها زي دي، صح كده؟ بس اللي هيحصل هنا بقى ده النهايه، انا بقول لك اللي هيحصل بقى ايه؟ ان انت لما بتبعت مسج زي ديت وده بيبعت لك مسج، كل واحده بيبعت مسج بيبعت حاجه اسمها بروبوزل، او هي نفس المسج القديمه بس احنا بنلاقي اسم جديد اسمها ايه دلوقتي؟ بروبوزل. اوكي انا بعرض عليك وانا بعرض عليك، مين هيقل منك لو هذا ما هو بيعمله يقول لك دي اللي هتقل، الديزيجنيتد دايما انتهى. اوكي يعني مين اللي عنده السوبيريور بي بي تيو ده اصلا؟ مين اللي عنده السوبيريور بي بي تيو دي؟ صح؟ فاذا لما انت تبعت كده اللي هو البروبوزل، وانا دلوقتي لازم ابعت لك من الناحيه الثانيه مسج ثانيه اسمها اجريمنت. ده الجديد بقى. اذا انا لما يجي لي بروبوزل كويس واحس ان هيحصل عندي تغيير، احس ان هيحصل عندي تغيير، او جاي ابعت اقول لك ان انا موافق بعد ما اكون ظبطت البورتات بتاعتي. بعد ما اكون ايه؟ ظبطت البورتات بتاعتي. يعني هنا في المثال ده مين اللي كسب؟ ده اللي كسب. هيبعت لي بروبوزل، يبقى انا هرد عليه بايه؟ باجريمنت. ده مش هيفتح البورت بتاعته، مش هيفتحها ويعملها فورورد الا لما اديله ايه؟ الاجريمنت. حلو كده؟ فانا هنا ضمنت ان ما يحصلش لوب، ليه؟ لان انت دلوقتي الانتخابات بقت تتم على كل لينك لوحدها. الانتخابات بقت تتم على كل لينك لوحدها. وطول ما انت هنا شغال دي كده دي هنا واقفه. يعني انا بخلص اللينك دي وبعدين بخش على اللينك دي. فانا بعت لك انت بعت لي بروبوزل قلت لك موافق عليه. بعدين ايه اللي هيحصل بعد ما خلصت ديت كده؟ اقوم جاي داخل على دي. تمام؟ بحيث ان دي كانت مقفوله وانا بخلص دي. فاهمين القصه؟ فخلال الوقت اللي بيحصل فيه الكلام دوت عمر ما هتحصل اي لوب في التوبولوجي. عمر ما هتحصل اي لوب في التوبولوجي. دي النتيجه لموضوع ان احنا عملنا حاجه اسمها بروبوزل، مسج بروبوزل واجريمنت. انا مش هنقل البورت بتاعتي لهذه الحاله غير لما ايه؟ لما نتفق. لما الناحيتين يتفقوا. هنوضحها اكتر هغير في المثال شويه معلش عشان اوكي حاسس انها مش واضحه كده، فهدي مثال يبوظ الدنيا شويه بس في نفس الوقت هيوضح ازاي البروبوزل واجريمنت دوت بيشتغل. اوكي البورتس اللي فوق زي ما هي نفس الحكايه، لو وصلت سويتش جديد تمام دي مقفوله وكده. بس المره دي الراجل ده البرايورتي بتاعته 4096.444444 زي ما احنا عارفين. حلو؟ يبقى اذا ده هيبقى ايه؟ الروت. ده كده هيبقى الروت. انا يعني التوبولوجي كلها اللينكس بتاعتنا دي هتتغير. صح؟ يعني الادوار حاليا خلينا نعمل الادوار القديمه باللون الاحمر ده ديزيجنيتد بورت، وبرده حتى الروت هنا ديزيجنيتد بورت. صح؟ روت بورت روت بورت دي مقفوله ودي هتبقى ايه؟ ديزيجنيتد بورت. صح كده؟ قبل ما الباشا ده يخش وهيجيب لنا الدنيا كلها. فهنخلي الايه؟ الادوار بتاعته باللون الاسود بس. فطبعا دلوقتي في الدور الجديد ان ده هيبقى ايه؟ الروت. هيبعت مسج هنا كده. اوكي؟ يبعت مسج هنا كده اول ما يوصل، وده برضه هيبعت له مسج. ده هي بقى كل واحد بيبعت مسج، بس دلوقتي المسج بقى اسمها ايه؟ كله بيتغير. هي نفس المسج، بس بقى الاسم بتاعها بروبوزل. اوكي؟ ده فلاج برضه على فكره اجتماعيه. بروبوزل ده فلاج. لما تبقى الفلاج ده كتب واحد يبقى دي مسج اسمها ايه؟ بروبوزل. واجريمنت دي عباره عن ايه؟ مش مسج جديده، هي نفس المسج بتاعتنا بس فيها فلاج قيمته بايه؟ فاكرين زي اك سن واك في الفلاجز بتاعت سي بي؟ هي نفس الفكره. طيب انا بعت لك بروبوزل وابعت بروبوزل،
بس المره دي بقى هيختلف ايه؟ توضح لك اكتر ان مين البروبوزر بتاع اللي هيفوز سواء مع 2 ولا 3؟ 4 صح؟ مش البروبوزر بتاع اللي هيفوز؟ اذا بقى ده انت السوبيريور بتاعي انت كده ده البروبوزر بنسمي ده بروبوزر حلو؟ مين اللي فاز؟ البروبوزر اللي تحت او جاي عامل ايه؟ او جاي ابعت لك اجريمنت انا موافق خلاص انا موافق والادوار بتاعتك كلها هتتغير مين هتبقى روت بورت دلوقتي؟ دي هتبقى روت بورت ودي هتبقى روت بورت صح؟ بس قبل ما ابعت لك انا مش هكتب بس دلوقتي قبل ما ابعت لك المسج اللي هي الاجريمنت بص هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها سينكرونايزنج او جاي قافل البورت دي وقافل البورت دي وده برضه هيقفل دي اوريدي مقفوله ويقوم جاي قافل عشان يعملش ايه؟ ما يعملش لوب تمام؟ ده الجديد دلوقتي وانا عايز اخلص كل لينك لوحدها وبعدين انتقل للي بعديه فانت دلوقتي بعت لي حاجه جديده على لينك جديد الادوار عندي هتتغير هيبقى عندي روت بورت جديده فبقفل دول الاول تمام؟ قبل ما عشان لو سبت دول اي حاجه منهم مفتوحه لو ديزينيتد او روت تمام؟ ممكن يدخلني في لوب هو ده الميكانيزم الجديد اللي بدل ما تستنى 30 ثانيه لا اقفل دول وابعت هنا بعد كده اقدر ابعت المسج اللي اسمها اجريمنت وده اللي بعت مسج اسمها اجريمنت خلاص بعت الاجريمنت ايه اللي حصل؟ الادوار الجديده بقى روت بورت خليها هنا كده اهو دي هتبقى ايه؟ ديزيجنيتد بورت، دي هتبقى روت بورت، ودي هتبقى ديزيجنيتد بورت، طب استنى ايه كل ده مقفول؟ راح، عشان اللينك دي خلصت كده، ننقل على الايه؟ اللي بعديه، نخش على دي مثلا، تمام؟ دلوقتي ده يبقى باعت المسج بتاعته يبعت لنا حاجه اسمها بروبوزل، والراجل ده برضه هيبعت ايه؟ بروبوزل، مين اللي هيغلب دلوقتي؟ ستريت، لان البروبوزل بتاعه بيقول ان هو 4 هو روت، ده بيقول ان 1 هو روت، صح؟ يبقى اذا يجي 1 هيوافق طبعا ان هو ايه؟ هو برضه نفس الكلام هيحصل الناحيه الثانيه، يعني هو هيجي له اثنين بروبوزل كده. هو ايه اللي بيخليه يبعت بروبوزل؟ عشان خاطر هم بيعملوا اليكشن، يعني هم كل سنتين بيبعتوا بروبوزل. ده بيحصل كل سنتين. ده على طول، هو الاليكشن، هو المسج بتاعتنا العاديه، فاهم قصدي؟ اللي هي المسج العاديه بتاعتنا، بس هي الفكره مين السوبيريور في اليوتيوب؟ هو ده الفكره، ان الثاني بيوصله المسج دي ويوافق ان دي السوبيريور احسن من اللي عنده ويبعت لك اجريمنت، هو ده الاختلاف. يعني كل واحد بيبعت حاجته هو كل سنتين؟ حاجته بقى بعد ما تعديل يعني اللي هي فيها معلومات الروت، تمام؟ فاذا دلوقتي ده اس 1 جات له بروبوزل من هنا وبروبوزل من هنا هيجري على واحد بس صح؟ هو يعني ايه اجري؟ يعني انت هتغلبني يعني دي هتبقى في الاخر الروت بورت فبرضه لو قررنا ديسيجن هنا سوري كوست هنا زي كوست هنا يبقى هنبص على الروت بورت يبقى اكيد دي هتبقى الروت بورت صح؟ يبقى اذا هبعت هنا اجريمنت على اللينك قبل ما ابعت اجريمنت استنى اعمل ايه هنا؟ اقفل دي اعمل ايه دي؟ اقفل قبل ما اوافق على دي او جاي بعت ايه؟ اجريمنت لما يجي لك انت الاجريمنت خلي بالك دي انا كنت قفلتها قبل كده تقوم جاي بقى ايه تتغير الادوار بتاعتها تتغير ودي برضه الادوار بتاعتها تتغير اول ما الاجريمنت دي تطلع انا موافق ان دي تبقى الروت بورت بتاعتي اذا انت تحت هتبقى في وش على طول تبقى ايه؟ الديزيجنيتد تمام؟ خلي بالك دي مقفوله زي ما هي ودي لسه مقفوله زي ما هي لسه ما اتفقناش عليها ودي لسه الاثنين دول مقفولين فاهمين القصه اللي بتحصل عماله تحصل؟ دلوقتي بقت كل لينك بعمل عليها انتخابات لوحدها لوحدها تمام؟ مالهاش دعوه بالباقي لو هيحصل تغيير او جاي لو عندي كي بي دي واحسن او جاي قافل التانيين الاول قبل ما اكمل. طب هنا ايه اللي هيحصل هنا بقى كده الناحيه دي؟ ده هيبعت يقول له اوكي الروت بتاعي اس 4 وده دلوقتي برضه بقى الروت كمان بتاعي اس 4 عايز ايه؟ الباث كوست بتاعتي انا اربعه ده الباث كوست دلوقتي بتاعته هتبقى كام؟ طب مين اللي هيغلب؟ ده اللي هيغلب صح؟ يبقى دي كده اللي هيغلب برضه التاني مضطر يبعت له ايه؟ اجريمنت. يبعت له اجريمنت بس المره دي مش هتبقى بقى هنا كده ولا ده كده هيفكوا طبعا اللي احنا القفل اللي كنا قافلينه وبدل انت غلبتني هتبقى دي ديزيجنيتد بورت واللي في وشها هتبقى ايه؟ هتبقى التيميت بورت. اوكي؟ نفس الكلام هنا على اللينك اللي هتحصل ده هيبعت بروبوزل وده هيبعت بروبوزل ده هيقول له الروت اس 4 ده هيقول له الروت اس 4 ده هيقول له البوست بتاعت اربعه طب ما انا كمان البوست بتاعت اربعه يبقى هيوصل لمين؟ لللوست سيندر بريدج اي دي اثنين احسن من ثلاثه اذا ده اللي هيوافق ده اللي هيخسر يبقى باعت له اجريمنت يقوم جاي ده فاتح بتاعته. هي دي الفكره كلها اجريمنت لما تجي لك تقدر تفتح البورت بتاعتك معناها ان هي ايه؟ ديزيجنيتد الناحيه الثانيه طبعا هتقوم جايه هنا ايه؟ عشان خسرت هترجع تاني تبقى ايه؟ مقفول. فالبروسيس ديت اللي بتحصل بهذا الشكل بتمشي كده ستيب باي ستيب على كل لينك لوحدها تمام؟ بتخلي الموضوع اسرع بكتير وبتضمن لك ان انت مفيش حاجه اسمها تايمر اصلا يعني انا لو منتظر 30 ثانيه ولا 15 ثانيه ولا اي ثانيه انا اول ما يجي لي اجريمنت الناحيه الثانيه بفتح بورت يعني اول ما يجي لي اجريمنت خلاص بفتح بورت عايز ايه؟ يعني انا عايز برضه تاني اديكم مثال تاني بصوا هنا كده اعمل لينك كده باللون الاحمر هنا زودت لينك جديد ايه اللي هيحصل في اللينك دي؟ البورتس هنا ديت الاثنين بيبدأوا هم قافلين عشان دي لينك جديده حلو كده؟ وبعدين ده هيبعت بروبوزل وده هيبعت ايه؟ بروبوزل الاثنين بيبعتوا بروبوزل طبعا ده اكيد البروبوزل بتاعنا هيفوز
عندنا روت عندنا في المثال بتاعنا. بس الفكره دلوقتي هي ليه دي روت بورت؟ عشان كان خالق اقل كوست. طب هنا عنده اثنين كوست زي بعض دلوقتي 4 و4 يبقى عندنا اللي بعد كده ايه؟ الكوست زي بعض بنص السندر لما هو نفس السندر يبقى سندر بورت اي دي. تصرف بقى حظك ان دي بورت 1 ودي بورت 5. اذا ايه اللي هيحصل لي هنا دلوقتي؟ دي المفروض تبقى روت. بس قبل ما اقلب ودي تبقى ايه؟ الروت لازم اعمل السينك. ايه سينك روت؟ ما دام هتفتح دي روت دلوقتي اهو جاي الاول معاك طبعا اجريمنت بس ده وده وده يرجع يقفل. يعني انت كده غيرت فمين التوبولوجي اتغيرت او جاي قافلهم وبعدين ابعت لك الاجريمنت واقوم جاي فاتح ايه البورت بتاعتي ويبقى ده الدور الجديد بتاعها روت بورت ولو ديزيجنيتد بورت. وبعدين طب ما انت قفلت كل الدنيا عشان ما يحصلش روت بس في الثانيه اللي بعديهم او في نفس الثانيه في الحقيقه يعني ايه اللي هيحصل؟ قفلت دي عشان انت مقلق صح؟ هتبعت بروبوزل وهتبعت برضه هنا ناحيه ثانيه بروبوزل بروبوزل هتلاقي طبعا مش حاجه اتغيرت. دي دلوقتي بس بدل ما هي روت بورت هتبقى ايه دلوقتي؟ هتبقى مقفوله لكن دي هتبقى زي ما هي ودي هتبقى زي ما هي. وهكذا يوقع الشبكه كل شويه كل شويه يوقع الشبكه بالعكس. هو بس الفكره ان مفيش لوبس فممكن اللي يحصل اسوء حاجه اللي انت بتفكر فيها ان انا امشي في باث ما هوش البيست باث. يعني خلي بالك الكمبيوتر ستور دوت انا عايز الكمبيوتر سكانها بتبعت في نفس الوقت مفيش مشكله ما تعانيش خالص صح؟ فاذا لو انا كنت عايز هنا من الكمبيوتر دوت اوصل لهنا مثلا حلو كده؟ كانت السكه بتاعتي ازاي؟ كنت بمشي كده عشان الفتره دي اللي كانت مفتوحه كنت بمشي كده ودي مفتوحه بوصل كده صح؟ لما جاء الوقت دوت اختار الروت بورت بتاعته راح قفل دي صح وقفل دي وقفل دي هتمشي في سكه ثانيه يعني اذا بس اثناء عمليه الريكشن بس ممكن تمشي في سكه ثانيه لغايه لما يستقر الموضوع لما بيخلص كل لينك لوحدها زي ما قلنا. وبس المهم ان انت ما تخليش يعني دي مش مشكله اخسر النقطه دي انا ممكن ما تمشيش في ذا بيست باس اوكي لكن في النهايه ما تبقاش في اي لوب وضامنها لك وفي نفس الوقت من غير ما تستنى اي حاجه. طيب هو كل ثانيتين يعني مثلا الروت بيبعت مثلا واللي جنبه برضه بيبعت بيقول له انا اللي عندي كذا كذا اللي هو انت بيبعت بيقول له كده برضه. طب هو الثانيتين دول اكيد يعني مش سنكرونس بينهم من بعض يعني كل واحد بيبعت بالتوقيت يعني لا يعني ماشي بس هي عملت بالظبط دلوقتي كانت عامله زي كانها هلو كده يعني فكر دلوقتي ان انت بتبعت تمام عامله زي ايه هلو فاهمين هلو بتاعت السؤال انت بتبعت هلو وانا ببعت هلو فاهمين القصه؟ فاذا خلاص يعني ده بياكد ان انت موجود واول ما يحصل لوس على طول تمام بنتصرف مش حاجه اسمها تايمرز ولا اي حاجه تمام يعني التوبولوجي البسيطه خالص دي انوت اوكي فاهم. احنا عارفين من زمان ان مثلا ديت هي الالتر بورت يعني نجيب البلان بتاعنا دي الالتر بورت بالنسبه لي بس للاسف هي اوتر فور حاجه بمعنى ايه؟ يعني البورت دي مقفوله هنا عشان نوضح ده تو ماتش اوكي البورت دي مقفوله صح كده؟ طيب انا دلوقتي دي الروت بورت بتاعتي حلو كده وهنا راجل بقى دي الروت بورت ايه بتاعتي. لو انا اللينك ده اتقطع يعني عايزين ايه؟ نعمله بلون تاني اهو اللينك ده اتقطع دلوقتي ده اتقطع اللي هو يعني دايره كده ده مقطوع تمام؟ ايه اللي بيحصل دي؟ هل انا اللي كده على طول؟ كان زمان ايه اللي بيحصل؟ كان الراجل دوت بيبعت هنا كده وده بيبعت لك كده صح؟ فهل كنت الدنيا دي يعني المسج بتجي لك اهو يعني انت قطعت الناحيه دي بس الناحيه دي ما اتقطعتش بتجي لك المسج مين من الراجل هناك عادي جدا اوكي كلام جميل لكن ما كنتش بتقبل على طول كنت هتستنى ايه؟ 30 سنه لا دلوقتي ما فيش الكلام ده اول ما اللينك دي تطلع انا هنا اصلا الالترنت بورت مش هستنى حتى هو يبعت لي امال ايه؟ انا في الالترنت بورت مش مخزن ان النتيجه بتاعت ديت خلاص بس انتهى الموضوع هخزن انا مخزن عندي السوبيريور بيبي ديو اللي هي كانت هنا والسوبيريور بيبي ديو اللي كانت هنا انت بتقول لي اللينك دي واحد طب ما دي موجوده مكان هي اسمها احتياطي فعلا مش هتحط تبقى كده يبقى هقلبها على طول هقلبها روت بورت انستنت تمام يعني احنا ممكن كل ده هو برضه احنا التوبولوجي المره اللي فاتت عملناها اوريدي انا فاكر اخر مره اي ثينك احنا عملناها سيف بس هيبان دلوقتي اللي هي بتاعت اس تي بي يعني خليتها رابط انا وبعدين ايه المفروض ان هي شغاله دلوقتي او اس تي بي هيبان ازاي؟ طب بص لنا اللينكس دلوقتي السوشيال اشتغلت طب ما لحقتش عادي اصلا فاهمين؟ اللينكس اشتغلت ازاي؟ طب هتلاقي ان الكمبيوترز هم اللي تعطلوا الكمبيوتر دول اللي تعطلين ده هيقعدوا 30 ثانيه ما عادوش 30 ثانيه هيقعدوا 6 ثواني ما هو انا جاب منين 6 ثواني؟ لان انا ما قلتلوش ان البورتات دي لسه ايه؟ اللي هي ايدج بورتس اللي هو الامر بتاع سيسكو القديم اللي هو ايه؟ فاست بورت لكن ما بين اللينكات وبين السوشيال ما شاء الله اشتغلت ايه؟ صاروخ بالنسبه لنا. طيب مثلا هنقول بالنسبه للسويتش بتاعنا هنختار احد الفيلات اللي طبعا دلوقتي مش باين لكم اوكي شو مثلا سبان لفيلان 10 اوكي
عنده روت بورد اللي هي جي 0 سلاش 1. طب الراجل دوت شو سبان في لام 10. اوكي الراجل دوت عنده روت بورد جي 0 سلاش 1 دوت الروت بتاعنا. فلو حد في لام 10 احنا عاملين لام 10 دي كمبيوترز وجبنا هنا كده وشغال حتى هارد واي سي ام بي مش عارف ايه وجاب ال ام دي بي اللي جاب ال ام دي بي ماشي. وهنبعت احنا كنا اوريدي يعني طب كويس نعمل كده الكابشن فورورد بيمشي كده تمام ده البرودكاست يتوزع هنا كده يتفتح طبعا عشان دي لينك مقفوله وماشي هنا كده بيتشك. طب اليونيكاست انا عايز اقول لك اليونيكاست بص اليونيكاست بيمشي ازاي بيمشي كده عادي اللينك دي بتاعته اوكي وبيمشي كده عادي جدا صح؟ طيب انا هغير الفعلية خليها من البي سي نفسه ديسكتوب كومن برومبتس بينك مش بينك خالص بينك والرقم بتاع الراجل التاني ده كام؟ 10001 اوكي 10001 حاول بس قبل البينك كده الداش تي ده اللي هو البينك اللي كتبه مستمر على طول يعني ما بيقعش حلو كده. وانا دلوقتي ده الروت بتاعي والسكه بتمشي كده بتاعت البنك حاليا لغايه الكمبيوتر دوت صح؟ هقطع الكابل ده هقطع الكابل ده حلو كده؟ ايه ونرجع للكمبيوتر بتاعنا. ها؟ ما قطعش في اي بنك واحد وقع؟ مفيش ولا بنك واحد وقع. ايه اللي حصل؟ انستنتلي تاني نقل ان دي خلى الروت بورت بتاعتي. هي اسمها التمت هو ده اللي كان المفروض يحصل دلوقتي. بس دلوقتي انا مش خايف اخش في لوب لان لما اعلق الروت بورت في الحقيقه لو كان عنده يعني اي بورت ثانيه موصلات اي حته كان جاي عامل حته السينك اللي قلنا عليها والبروبوزل واجريمنت البروسيجر الغريبه ديت انا عارف هي مش مفهومه 100% بس يعني مش هي الفوكس بتاعنا انا بس عايز افهم الفكره العامه. يبقى الريزلت زي ما انتم شفتوا مفيش ولا بين واحد. طب تعالوا نرجع كده نشوف اللي هيحصل. شفتوا اللينك تعالى اللي هو بتاع ده ونرجع نشوف البينج تمام واحد واحد بس الوقت تمام بينج واحد بس الوقت وده غالبا اس تي بي يعني الحقيقه يعني قصدي اس بي بانك تريس الحقيقه عمليه ممكن كمان ما يقعش البينج شفتوا ده؟ فاذا الدنيا عندنا بقت اسرع بكتير جدا 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 بسبب الطريقه اللي هم ايه بيشتغلوا بيها واضح؟ اذا ار اس تي بي قدم الكونسيبت بتاع بروبوزل اند اجريمنت دوت وغير لنا تماما دلوقتي بالنسبه لنا الطريقه اللي اس تي بي بيشتغل بيها. لسه طبعا عمل كذا حاجه ثانيه هقول لك عليهم دلوقتي تمام. بس هو دلوقتي بيقول لك هو ده البريفيرد بروتوكول حاليا. اذا في الحياه العمليه بقى ما تسيبش ابدا اس تي بي شغال لو معاك سويتش اتش بي. طب لو معاك سويتش سيسكو لا هو مش شغال اس تي بي بالظبط هو شغال بي بي اس تي اللي هو بي بي اس تي بلس صح؟ لا ما تسيبش برضه دوت شغال ريكومنديشن او سويتش ديل ولا اتش بي شغال ار اس تي بي ريكوزيشن او سويس سيسكو هتاخد رابيد بي بي اس تي بلس وده اللي انا عملته يعني امر واحد انا قلت انا هخلص الامر دلوقتي نكتبها مع بعض لكن هو امر واحد بيخلي السويتشات تشتغل ايه ونشتغل بالمود بتاعنا اللي هو رابيد بي بي اس تي بلس. البي بي ديو زي ما انتم شايفين الفرق كله في الفلاجز. بصوا بقى هنا الفلاجز اللي هو شغال شايفين بروبوزل دوت اوكي شايفين اجريمنت ده البيتس اللي موجوده عندنا وبعدين دول بقى دي حاجه مهمه جدا لما ببعت لك اقول لك البورت بتاعك هتبقى ايه فهنا التيميت او باك اب يعني نفس الشيء بالنسبه لنا بورت روت بورت وديزيجنيت بورت مش دول الثلاث ادوار دول انا لما ببعت لك رساله بقول لك البورت بتاعك هتبقى ايه فانت لما بتوافق بتوافق مش بس يعني خلينا القصه بتوافق على دور البورت بتاعك فانت بعت تقول لي ان انت ديزيجنيت اه يبقى الناحيه الثانيه لازم يكون يبعت يقول لي ان هو روت او التيميت فانا بعت اقول لك ان انت التيميت يبقى الناحيه الثانيه بعد ما هو الاحتمالات بتاعتي معروفه ديزيجنيتد في وشها الترنت او ديزيجنيتد في وشها روت. كمان بيقول لك الحاله بتاعته شايفين ليرنينج وفورورينج ايه ده ما في حاله اقصى كده كان في عندنا ليستنج صح؟ لا الحالات اسمها اتغيرت زي ما هتشوف دلوقتي في سلايد ثانيه في حالات لاجت خالص اللي هي ليستنج لاجت ما بقاش في حاجه اسمها ليستنج لان احنا مش محتاجينها تماما. هنا زي ما بقول لك اهو بي بي ديوز دلوقتي ار يوزد از ا كيب الايف ميكانيزم فبالتالي ان احنا بنبعتها كانها هلو اهو از اف هلو بيكس اور نوت ريسيف اهو ده بقى التايمر الوحيد بتاعنا. لو 3 سكند 3 كونسيكتيف هالو تايمز ما جوش يعني 6 سكندز هو ده اللي الوقت اللي انا بنتظره. طيب ده هيحصل امتى؟ هنا بس هنوصل الراجل دوت هو 21 تقريبا 1 2 3 4 5 6 يعني مشيت سريع شويه اوكي
ست سكندز بالظبط والاوردر هنا. ليه؟ انا ببعت اس تي بي، ببعت اس تي بي اللي هي الجديده دي، ببعت اس تي بي ومحدش بيرد عليا، هنتظر قد ايه؟ ده التايمر الوحيد. ده ما بيحصلش، المفروض ما يحصلش في الكورش عليه، لان لو فوتي ناحيه السويتش ناحيه ثانيه هيعمل ايه؟ هيرد عليا. لو دي اتش بورت المفروض انا اكون قايله من الاول فهو يقلبها. الطلب بتاعي هنا ان انا ايه؟ ما قلتلوش، صح كده؟ فاذا التايمر ده مش هيحصل ابدا الا لو الناحيه الثانيه انت ما ظبطتهاش اتش بورت او جبنا سويتش قديم. يعني لو وصلت دلوقتي سويتش شغال ايه بالتوبولوجي اللي هو القديم، فساعتها طبعا هنعمل ايه؟ لا، لو جالك سويتش قديم هيبقى جاي هو بي بي تي يو، يعني مش هيرد برضه عليك، بس هو شغال بي بي اس تي او اس تي بي القديم اللي هو التايمرز. فاول ما يبعت لك الخانه اللي هي فين هنا؟ شايفين بروتوكول فيرجن دي، بتعرف انت اذا كان شغال اس تي بي ولا رابل اس تي بي. فالتالي اول ما يرد ويشتغل اس تي بي طب هنعمل ايه؟ تلغي كل رابل اس تي بي، هتشتغل معاه ايه؟ عادي جدا بالتايمرز ده نقدر نشوفه حالا دلوقتي لو ضفت كده سويتش الدنيا كلها؟ اه طبعا مش الدنيا كلها، على اللينك دي بس. يعني بص السويتش ده هو جاي لايفو ووصله كده اهو تمام 16 مثلا ب وات ايفر 4 هنا اوكي شايفين؟ ديس ولا مش هيعرف ست ثواني؟ لا مش هشتغل بالتايمرز بتاع ست ثواني. طب هو بعت لي استعداد بيقول ان هو شغال اس تي بي، انا هقلب معاه على اللينك دي لغايه لما يخلص، هقلب معاه كام؟ لمده 30 سنه. اوكي؟ طبعا لسه يعني كل ده لسه ما خلصش. لغايه لما يخلص خالص وهياخد 30 ثانيه من كام؟ فطبعا يعني دي قصه ثانيه مش عايز يعني هكلم باقيين ار اس تي بي واكلم اس تي بي بالظبط. كل بورت انا بقول لك الانتخابات بتتم على كل لينك كل سنتين ده كل 30 ولا مش عارف كام سنه؟ لا ده ببعت كل سنتين تمام عادي، وبالتالي ده بفورورد المسج لوب كل سنتين وبشتغل معاه بالتايمز، يعني برجع اشتغل بنفس الالجوريزم اللي هو مش هيتغير غير لو اتغير بالظبط مش الطبيعي بقى بتاعنا تمام. اوكي اتكلمنا عن فلاجز، مش حاجه تاني كده مهمه. الايدج بوتس اتكلمنا عليهم اوريدي بس نشوفهم في الرسمه هنا. تعريف جديد الايدج بورتس هي نفس الحاجه القديمه اللي كانت عندنا هي بتاعت ايه؟ ايتين ولا كده بس في ازمه 22 دي ايدج بورت. ايدج بورت راح الكمبيوتر زي راح الداتا بيس سيرفر يعني. وعند سيسكو اسمها ايه؟ بورت فاست. طب فين النوت ايدج؟ اي حاجه ديت هنا كده تبقى نوت ايدج اللي راح على السويتشز ثانيه وده ديفولت يعني في سيسكو بيهيفير ان اي بورت عندي باي ديفولت هي نون ايدج. الحاجه الكبيره برضه اتعرفت بس يعني ما لهاش فايده كبيره بالنسبه لنا، في حاجه اسمها اللينك تايب مش البورت تايب، يعني اللينك اللي هي ديت. بيقول لك اللينك ديت عندي نوعين، بوينت تو بوينت لينك، والنوع الثاني ده اسمه شير لينك. عشان كده بقول لك ليه ما لهاش فايده. ايه ده؟ ايه اللي في النص ده؟ اه في حاجه اسمها كده؟ مش عايز اسمها بس لازم تبقى عارف يعني النوع ده كده بيسمى ايه اللي هو شير لينك، لكن دوت بيسمى بوينت تو بوينت. ودي كانت الحاجه الوحيده الحقيقه في امر شو سبانينج تري اللي احنا مش بنلاقيه. بنقول شو سبانينج تري في داتا 10 لما تلاقي في التايب في الاخر ده مش قصده التايب بتاع البورت، ده قصده التايب بتاع اللينك. تلاقي بوينت تو بوينت بوينت تو بوينت بوينت تو بوينت بي تو بي تو بي تو بي. العيال لو جيت لو عايز تشوف الثانيه نجيب هاب، في هاب موجود عندنا؟ في هاب موجود اوكي، ونحطه هنا كده مثلا لو شغال على سويتش ايه دلوقتي زيرو اوكي يعني سويتش زيرو هو اللي موصل بيه اي نقطة في الهاب كده ووصلها بأي نقطة هنا يعني بقى شوية مش مهم. وبعدين طبعا هيبقى في لان واحد مش هيبقى في لان 10 واحد بورت اف 0 سلاش واحد مكتوب اس اتش ار لان هي اي مش بس طبعا هتشوف ازاي في الحالة العملية. طب هو بيعرف مين اذا كان بوينت تو بوينت ولا شيرد؟ لو بنفس الحكاية اللي هو بيعرف بيها ديت اصلا فيها هاب ولا عادي هاف دوبلكس وفول دوبلكس. اذا البورت الفول دوبلكس يبقى بوينت تو بوينت، البورت الهاف دوبلكس تبقى ايه؟ والمفروض النهارده ان مفيش حاجه اسمها خالص بس لو حصل خلاص هتبقى ايه؟ هتبقى شيء. اوكي؟ يبقى دي اللينك تايب زي ما قلت مش يعني مش قصه بالنسبه لنا خالص. وبعدين دي التوبولوجي اللي احنا اوريدي عملناها مش هنعملها تاني اللي هي الاكتيفيتي اللي كان فيها الكلام ده كله. وهنا في كومباريسون ما بين بي بي اس تي بلس ورابيد بي بي اس تي بلس فدي كويسه ممكن نشوفها. يوزز 802.1d تو ران ا سيبريت انستنس فور ايتش في لان. والله ده بي بي اس تي بلس وده رابل بي بي اس تي بلس، مين فيهم بقى ولا بوث اللي عنده سيبريت انستنس يعني شجر مختلفه كل ميدان؟ الاثنين صح، ما هو ده اسمه بي بي اس تي وده برضه اسمه بي بي اس تي، ما زودت عليه كلمه رابل لكن حته البيلان دي ما عملناش فيها حاجه. اه قال لك غلط ليه؟
رابط مفروش ولا لا في H2.1D تاني H2.1W شفت لكم الارقام دي غريبه؟ H2.1D ده القديم يبقى هنا يبقى كده صح اوكي؟ الفكره في الرقم بتاعه هو اللي ايه اللي بيخلي الاجابه دي غلط اوكي؟ التاني H2.1D بس ده طبعا مش دقيق يعني الاجابه هنا مش دقيقه لان هو بعد كده الارقام دي اتغيرت بس لو هنتكلم بالقديم يبقى H2.1D هو الاس تي بي ده possible to have load sharing with some bilads forward on each trunk. اللي عندهم خاصيه load sharing ده المفروض يكون مين؟ يبقى المفروض يكونوا اثنين ها؟ هو ده الموضوع بتاع الترفيلر اصلا. CPU processing and trunk bandwidth usage is greater than with STP. البروسيسنج بتاعنا والباندوث بتاعنا اكتر من STP العادي. الاثنين مشكله ما ده كله بيمشي في الترفيلر مش قلنا الترفيلر قال انا هعمل كام بي تيو. عندنا دلوقتي كام انا عندي 1 و10 20 ترانسفورم بتاعتي ببعت كام فيديو؟ ثلاثة هبروسس ثلاثة هاخد باندوتس أكتر ولا إيه؟ صح؟ الاثنين نفس القصة. The root bridge is determined by the lowest bit plus VLAN ID plus MAC. مين بيحدد الروت بريدج بالطريقة ديت؟ الاثنين. احنا ما غيرناش في الانتخابات خلي بالك هنا انا ما قلتلكش أي حاجة على الريزم. يعني هي نفس الثلاث خطوات هات الروت بريدج هات الروت بورت هات الزجنيتد اوتلت. قلت لكم في حاجه اتغيرت فيهم؟ لا احنا ضفنا حاجه اللي هي حته البروبوزل واجريمنت حته انك بتعمل على طول حته التايمرز اختفت لكن الطريقه نفسها هي هي. طيب سيسكو بروبريتري بروتوكول بقول اثنين ايه تاني؟ بورتس كان ترانزيشن تو فورورنج ستيت وذاوت ريلاينج اون تايمر. لا لو ما فيهوش تايمر يبقى قصده ايه؟ الرابت. البورتس بتاعتنا روت ديزيجنيتد التريت ايدج باك اب. مين اللي عنده ايدج اللي هي الجديده ديت؟ هو رابت. Sends a PBT hello message every 2 seconds. Rabbit. Both. Hold to both seconds. هو الروت بيبعت وانا بعملها فورورد. اه ماشي. مش قصده ان هو بيبعت دايركتلي يعني انا برضه يعني مش عايزين نخش تفاصيل على الاستريم بيشتغل ازاي تفاصيل بس ايه اعتبروا الكلام. Default configuration اللي كان لسه 1960 ده اللي انت ممكن تشتغل عليه زي مثلا عندنا جوه بيقول لك الـ STP هل enabled؟ ايوه enabled on VLAN واحد لان مفيش عندك غيرها. المود باي ديفولت بي في اس تي بلس وده اللي شفناه فعلا لما جبت سويتش جديد ووصلته شغال بي في اس تي بلس بس ممكن اشتغل رابد بي في اس تي بلس لو عايز ممكن اشتغل ام اس تي بي كمان لو عايز بس هو باي ديفولت ايه ديسيبلد. السويتش برايورتي هو زي ما قلنا احنا في نفس هو 168 الاسبانيك تري بورت برايورتي برضه قلناها كام 128 الكوست بتاعتي 4.19 قلناهم و100 لا هو مكرر تاني ليه؟ هو لك انا دي البورت بريورتي هنا بقول لك الفي لان بورت بريورتي هي الكلام ده يعني هي لو تيجي تغير الكوست وهتلاقي بعض الكوست والكلام والبورت نفس الكلام تقدر تغيرها للبورت وتقدر تغيرها للفي لان يعني انا لو البورت دي الكوست بتاعتها 5 لمين؟ لكل او اقدر اقول لا في لان 10 بس الكوست بتاعتها 5 يعني انت بتقدر تلعب زي ما انت عايز بس زي ما شايفين هو باي ديفولت نفس الارقام التايمرز اللي هلو 2 سكند الفورورد ليه 15 اللي هو بيضرب 2 الماكسيمم ايج 20 ترانسميت هولد كاونت 6 بي بي يوز ده اللي هو بيبعت يعني لو ضاع 6 ورا بعض يبقى انت ايه تبدا ترانزيشن اوكي ده كله الديفولت بتاعنا نيجي بقى للكونفجريشن طبعا يعني دي لمحه بس على الاي اس تي في برضه عشان تبقوا يعني المعلومات اللي انا قلتها مش كامله ومش دقيقه عشان لو هتكمل ان شاء الله بعد كده في دراسه مع نفسك او تقرا اكتر في الموضوع حاسس كده تلاقي الكلام بتاعي تقول لي بس انا باخد الموضوع ايه سمبليفاي عشان خاطر ما ايه ما نعقدش وعلى مستوى سي سي ده كويس بس طبعا في تفاصيل كتيره ما قلناهاش بالذات رابد يعني احنا الاس تي بي برضه العادي في تفاصيل ما قلناهاش بس حاجات مش كتيره قوي طب تفاصيل ولا حاجات اتغيرت؟ لا تفاصيل في الدوت ازاي بيحصل في الميكانيزم جوه اكتر ازاي بيحصل انا كده شرحناها يعني ايه سريعا تمام في تفاصيل اكتر من كده اوكي والنهايه بقى نشوف الكونفجريشن بتاعنا الكونفجريشن بسيط جدا عندي في حاجات جلوبال وحاجات تحت الانترفيس هنكتب الحاجات الجلوبال الاول واول كوماند عندي هيهمني يعني انا هختار كان انا داخل في شركه دلوقتي في سويتش جديد وعايز اكونفجر فاول امر هكتبه هو الامر دوت سبان تري اوكي مود جاي كاتب هنا رابت داش بي في اس تي واضح جدا الامر بقى الاول حاجه عايزه جدا لان هي واضحه مش قصه خالص يعني فالامر ده بيغير المود بتاعي يخليه رابت بي في اس تي لو عايز تغيره تقلبه تاني ممكن تقول له سويتش تاني مود بي في اس تي بس اللي يخليك تعمل كده تمام
طبعا لو عايز يبقى ام اس تي احنا ما درسناهاش لسه ولا جبنا سيرتها، بطل اقول له مود ام اس تي بس احنا زي ما قلنا مش عليه. جميل جدا، ده اول كوماند كده هعمله على كل السويتشات. بعد كده نخش بقى، بدل ما انا عايز استغل الميزه بتاعت سيسكو اللي هي البير في داير، فانا عايز اغير الروت. طب ازاي بنغير الروت؟ برضه شفنا كوماند سريعه المره اللي فاتت، بس بقى دلوقتي هنشوف في ثلاث اوامر موجوده في الحقيقه عشان تغير الروت. اول كوماند اسمه سبان تري في لان كذا روت برايمري، وده اللي استخدمناه يا جماعه المره اللي فاتت. الكوماند الثاني اللي موجود هيبقى اسمه سبانينج تري، وهشرح لكم الفرق بين الثلاثه بعد ما اخلص على طول الكتاب. في لان كذا روت سكندري، واخيرا سبانينج تري داش تري في لان كذا برايورتي كذا. طيب اول حاجه الاثنين دول اوبشن، وده اوبشن تاني. لان هنا بكتب رقم البريورتي بتاعتي اللي انا عايز اكتبها اللي انا عايزها تشتغل، لكن هنا زي ما انتم شايفين مفيش اي ارقام. طبعا رقم الفيلان ده شيء طبيعي ان انت تكتبه، لان احنا عندنا شانل على كل فيلان. طيب ايه القصه؟ القصه زي ما انتم فاكرين المره اللي فاتت ان موضوع البريورتي عندنا كانت زمان واخده ايه 16 بت. اوكي؟ فكان معاك من 0 ل 16 ماينس 1. ده اللي كانت القصه، فمعاك دلوقتي 65535. تقدر تكتب اي رقم من 0 ل 65535. لما جت سيسكو لغت الكلام ده، اتخلت البرايورتي بتاعتنا 4 بت. فاكرين؟ فده معناه ان بقت من 0 ل 15 بس، بس عشان تبقى كومباتبل ونظبطها بضربهم في كام؟ في 4096 اللي هم 12 بت التانيين يعني، عشان يبقوا نفس الايه؟ البرايورتي. طب نتيجه ذلك ايه؟ ان زي ما قلت لو انت شغال بالنظام القديم ده، لو كنت عايز البرايورتي تبقى 10000، اكتب 10000. يعني اكتب هنا في الامر ده سبان تري في لان كذا برايورتي 10000 هيبقى، ده لو كان بالنظام القديم لو سويتش اتش بي وشغال اس تي بي العادي تمام. لكن دلوقتي كير في لان اللي احنا عاملينه دوت ما ينفعش، لان 10000 تضرب 4096 في كام؟ تقدر تجيب لك 10000 تمام؟ 69 96 اوكي؟ تضربها في كام؟ تجيب لك 10000 مستحيل. فاذا عندك تضرب دي في 0 تطلع 0، عندك تضرب دي في 1 تطلع 4096، عندك تضرب دي في 2 تطلع 8192 وهكذا صح؟ هتضربها في 3 هتطلع 12000 وحاجه، هتضربها في 4 هتطلع 16000 وحاجه، 300 وهكذا وهكذا. تمام ماشي كده. فعشان كده سيسكو بتقول لك ما تستخدمش دي. This is not preferred. سيسكو بتقول لك ما تخشش تكتب البرايورتي انت مع نفسك عشان خاطر انت عايز تخلي ده روت. ما تخشش تكتب انت ايه البرايورتي بنفسك. اوكي؟ لانك اولا ممكن تغلط تكتب رقم هنا ما تخليهوش روت ولا حاجه. وثانيا عمليه متعبه في الكتابه بتاعتها لان انت مش حافظ الارقام. فتعال نشوف الكلام ازاي. انا هكتب الرقم الامر الغلط اللي هو سيسكو مش عايزني استخدمه. الراجل دوت حاليا لفي لان 10 هو روت، لا مش هو روت، انا عنده هنا اهو بيقول لك مين الروت وعنده تحت روت بوت فاكيد مش هو روت. لا انا عايز اخليه روت لفي لان 10 عادي جدا. هقول له سبان تري في لان 10 برايورتي وهقول له مثلا ايه انا ما اعرفش بقى ف 10000 ودوس انتر. مش حلو. هيقول لك بريتش برايورتي ماست بي ان انكريمنتس اوف 4096 سيسكو يعني تريحك واحد جابت لك ايه شايفين الجدول الجميل ده؟ ادي كل القيم اللي ممكن من 0 ل 15 صح؟ مش محتاج تحسبه بقى كده ولا حاجه؟ خلاص ما انت قلت كده سهلت عليا خلاص بنستخدم الامر. لا ليه؟ اكتب كام يا دلوقتي؟ هو عايزين 8000 نكتب الاثنين اللي معاك؟ لا تكتب 3192 مش هتكتب 0 ل 15، لازم تكتب رقم زي ما هو كده. اكتب كام بقى عشان اخلي ده روت؟ اختار اي حاجه تبقى من تحت دول. خلي الروت؟ روت 4000 اشمعنى؟ عشان البيج هنا 3000 حاجه. انت عارف ايه؟ يعني بصوا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ديت، اكتب الرقم هنا كام؟ بيعتمد على ايه؟ هو اصلا مش باين هنا في الرسم. الروت البرايورتي بتاعته كام؟ فلازم اطلع فوق هنا كده واشوف استنى كده هو فين الروت؟ البرايورتي بتاعك كام الروت؟ 24000 يعني هو واخد الرقم فين 24000 ده؟ يبقى انا ممكن اختار ايه بقى؟ اي حاجه من دول ولا ايه الكلام؟ صح كده؟ بس شايفين الخطوه دي؟ ان انت محتاج تعرف دوت وبعدين تحط رقم اقل والكلام ده كله، هو ده اللي احنا بنقول عليه تو ماتش. لا ما تعملش كده. امال اعمل ايه؟ استخدم الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه بتقول لحضرتك استخدم الكوماند ده عشان تخلي اي حد روت. الكوماند بيقول ايه؟ سبان تري في لان كذا مفيش برايورتي ولا حاجه روت برايمري. روت برايمري. ايه النتيجه؟ انت ده في الحقيقه مش كوماند، دي حاجه اسمها او دوت الاثنين يعني حاجه اسمها ماكرو. ايه ماكرو دوت؟
المايكرو ده عباره ان هو يعني بينفذ حاجه بس الطريقه فيها لعب شويه. يعني في الحقيقه لما هكتب هنا وادوس انتر هتشوف دلوقتي لما اقول له شغل مش هتلاقي الامر ده موجود في الراني كونفجريشن. مش هتلاقي الامر ده موجود في الراني كونفجريشن. فمش هو ده الامر اللي انت كاتبه. مش هو ده الامر اللي انت كاتبه. سيسكو هتاخده الترجمه والحاجات دي. طب ايه الترجمه؟ لما هو خليه ده روت. هو بقى بيروح يشوف فيلان 10 الروت بتاعها كام وينزل اقل منها ب 4000. واضح الفكره؟ بينزل اقل منها ب 4000. الطبيعي في الحقيقه ان هو لو لقاها ديفولت بيخلي نفسه هو 24000 وكسر. يعني لو لقاها 32000 بيخلي نفسه 24000 وكسر على طول اوتوماتيك. وده اللي حصل. يعني هو التاني ده خلى بقى ازاي؟ مش المره اللي فاتت انا استخدمت الامر ده. بص التاني اللي هو الروت دلوقتي البروت بتاعه كام؟ 24000. ليه؟ لان انا كتبت عليه الامر ده فلقى مين الروت دلوقتي؟ ما كناش لسه غيرنا حاجه فالروت كان 32000 يبقى ناخد كام؟ 24000. لكن دلوقتي لما هقول له بقى خلي ده الروت السويتش دوت واحد تاني خالص هو جاي له كده اهو سبانينج تري تمام ارمي كل ده روت برايمري طب هيعمل ايه؟ قال لك هياخد البروتين اللي موجوده واطرح منها 4000 انزل اللي بعديها على طول انزل اللي بعديها على طول. وزي ما قلت لكم انا كتبت الامر هنا اهو صح؟ خليك مركز اهو دو شو راف بص على الرننج كونفيجريشن بتاعنا الصف في الاول على طول اهو. هل كتب سبانك 3 فيلان 10 روت برايمري؟ لا ده مش امر مفيش امر اسمه كده في الاي او اس كتب ايه؟ تمام؟ فيلان 10 برايورتي وحط كام؟ 20000 خلاص كده بقى نقطه تمام؟ اذا على طول بيعمل هذا الموضوع. طب لو رحت للتاني دلوقتي اللي هو كان روت عايز ارجع تاني كنت كتبت الامر ده هيبقى جاي نازل يبقى كام؟ 16000 واضح القصه؟ تقول لي تمام فين رحت ولقيت حد زيرو مش في رقم عندنا زيرو؟ شوف انا دلوقتي زيرو خلاص هعملها كده. يعني لو هو زيرو انا هخلي نفسي زيرو وخلاص بعد كده مفيش حاجه اقدر اعملها لك. يعني الامر مفيش حاجه اقدر اعملها لك لان لو هو زيرو ولا زيرو يبقى ساعتها هنبص على مين؟ بعد الفلوس بتاعت زيرو وهو التاني زيرو بقى. شوف بقى المكتب. طيب الامر التاني ده ايه فايدته؟ طب ما كده خلاص يعني انت ده هو ده اللي هنستخدمه ده بلاش منه الاثنين بيعملوا نفس الحاجه اللي هم بيخلوا ده الروت. ايه بقى الامر الغريب اللي هو بيقول لك سكندري دوت؟ فاكرين الديزاين بتاعنا؟ في الديزاين بتاعنا اللي هو الطبيعي كده مثلا اوكي عندنا دي 1 وعندنا دي 2 ونفس القصه زي ما انتم عارفين وهنا تحت بقى ايه سويتشات كتير مش هسيبهم كلهم بس انتوا ايه عارفين الايه القصه بتاعتنا صح؟ ده هو الديزاين بتاعنا. ففي الديزاين ده بيقول لك اوكي هنخلي الراجل دوت الروت ليه مثلا بينزل من 1 ل 100 وهنخلي الراجل دوت الروت اللي بينزل من 101 ل 200 مثلا. اوكي وزعنا البيانز بتاعنا نشتغل كده اللود بالانسنج اللي قدام والدنيا كده تمام بالنسبه لك حلو اوكي. طب افرض ده وقع سويتش وقع انا عايز ده يبقى الروت برضه الفيلا من 1 ل 100 ليه؟ لانك لو ده وقع وانت مش عامل حسابك على كده ايه اللي هيحصل؟ ممكن يجي واحد هنا ده سويتش 2 مثلا ويبقى هو الروت. يعني ممكن السويتش دوت يفوز في الانتخابات بتاعت من فيلا من 1 ل 100 هم طبعا كذا واحده يعني مثلا قول عندك 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 مثلا ده اللي هيفوز. ليه اللي خلاه يفوز؟ لان هو كلهم لما ده يقع كلهم البروتي بتاعته ما بقتش ناحيتها في الفيلانز دي فكان 32 يبقى هيرجع يفوزوا بايه؟ بالماك ادرس. بناخد يعني ماك ادرس؟ اقل ماك ادرس. عارفين بناخد معناها اقل ماك ادرس معناها ايه؟ معناها اقدم سويتش عندك. فكر فيها. الماك ادرس ده بيطلع من المصنع بتاع سيسكو صح؟ هم ماشيين برقم تسلسلي كده فغالبا السويتش اللي هيفوز هيبقى اقدم واحد. اللي طلع من المصنع في الاول برقم مسلسل اقدم من كل دول فتلاقي عندك سويتش 1960 قديم ولا 1950 حتى قديم موجود في التوبولوجي وتلاقيه فاز وبقى روت. طب انا هيفرق معاك في ايه؟ يفرق معاك. تعالى بقى نشوف مثال بس طبعا مش في التوبولوجي الكبيره ديت هجيبه لك في مثال بسيط خالص تمام كده اهو بهذا الشكل ده بي سي 1 وده بي سي 2 اي 2 سويتش 1 سويتش 3 سيرفر ده هيبقى ال اوكي الروت يس ده هيبقى الروت اوكي يبقى دي الكابل ده شغال الكابل ده شغال الكابل ده مقفول تمام. دلوقتي النتورك ديزاين بتاعي بتاعها كده فيري سمبلستيك يعني ما فيهوش حاجه. لما تقول دلوقتي عايز يوصل للسيرفر هيمشي ازاي؟ سويتش 2 سويتش 3 ويوصل صح؟ هنا 1 سويتش 1 سويتش 3 ويوصل مظبوط. النتورك دي لما تلاحظ الترافيك اللي فيها تلاقي ان معظم الناس معظم الداتا اللي ماشيه على الشبكه مش 1 بيكلم 2 مثلا لكن 1 و2 بيكلموا مين؟ بيكلموا السيرفر. طب افرض انا كنت عملت ده الروت ايه النتيجه؟ الكابل ده هيشتغل الكابل ده هيقفل صح؟ يبقى 2 هيمشي زي ما هو في الحقيقه اس 2 اس 3 هيوصل للسيرفر. 1 بقى هيمشي ازاي؟
اس 1 اس 2 اس 3 اوصل لصفر. شفتوا المشكله كده؟ هي يعني مش مشكله، الدنيا شغاله ومفيش لوب، يعني من وجهه نظر اس تي بي انا عادي، ده روت اوكي، ده روت اوكي، ده روت اوكي، نو بروبلم بالنسبه لي خالص بين الروت. لكن انت كديزاين كبرفورمانس كان الاولاني احسن ولا لا؟ لان الداتا بتاع الداتا بتعدي على سويتشين بس، كانت بتروح 1 3 وصلت، دلوقتي بتعدي ايه؟ 1 2 3 وصلت. عندكم مشكله ده بيحصل؟ فاذا في ديزاين في الحقيقه ان انت تحط الروت فين؟ الديزاين ده واضح جدا، لو عندك كور يبقى الروت هو كور، لو ما عندكش كور لو انت شركه صغيره وما عندك اللي هو كولابس موديل اللي هو كور ديستريبيوشن برضه يبقى هو ده الروت، تمام؟ يبقى اذا يا الاثنين دول الروت يا الاثنين دول ايه الروت، انا مش عايز اي حد تحت يبقى روت خالص، مش عايز اي حد من الناس اللي تحت يبقى روت. فبنعمل ايه عشان خاطر اي حد ما يبقاش روت؟ بنقول الراجل دوت روت من 1 ل 100 والراجل ده روت من 100 ل 1 ل 2 وده عن طريق امر اللي هو اسمه روت برايم. وبعدين نيجي بالعكس بقى، اقول له انت خلي بالك انت الروت السكندري بتاع 100 ل 1 ل 2، واقول له انت ايه؟ انت الروت السكندري بتاع من 1 ل 100. السكندري ده مش بيدور على ايه الروت ولا اي حاجه، لا ده استنبط بياخد ده كده بياخد 28000، خلينا حتى نكتب الرقم زي ما هو 28000 وكام؟ 672. يعني اي حد هتكتب عليه كلمه سكندري بتساوي 28672 على اساس ان انت ايه؟ هو انا لعبت في اي واحد من دول، يعني عندك تحت هنا ست سويتشات الديستريبيوشن، هل دخلت كتبت اي امر في الستاريك تري في لاندا؟ لا، انت سايبهم زي ما هم، زي ما هم يبقى الروت بتاعتهم كام؟ 32000 صح؟ ده دخلت قلت له انت البرايمري، يبقى البرايمري بتاعته 24000 بالنسبه من 1 ل 100، وده 24000 بالنسبه من 1 ل 200 صح؟ لما اخش بقى اعمل بالعكس اقول له خلي بالك انت السكندري بتاع دي، انت الاحتياطي بتاع ده يبقى هيخليه 28000، وانت السكندري بتاع ده يبقى هيبقى 28000. يبقى اذا النتيجه في النهايه كالاتي. هنا نكتبهم فوق السويتشات كده، الراجل دوت من 1 ل 100 البرويتي بتاعته هتبقى كام؟ 24000، ومن 101 ل 200 هتبقى 28000، طبعا ده باختصار يعني. هنا من 1 ل 100 العكس هيبقى كام؟ 28000، ومن 101 ل 200 هيبقى كام؟ 24000. فهمت الفكره؟ فاذا ده انا اي حد كده انا افضل واحد 101 ل 200، لا ده انا افضل واحد 100 ل 1، يبقى اذا ده هيبقى الروت هنا وده هنا هيبقى الروت بالنسبه لدول. اوكي؟ طبعا مش هقعد اكتب انا 24000 28000، اللي هكتبه هو ايه؟ اللي عملناه هنا دوت اللي هو التو ماركرز دول روت برايمري وروت ايه؟ سكندري. اوكي؟ فده كده الديزاين المنصوح بيه من سيسكو، ان يبقى عندك اثنين كور او اثنين اللي هو كولابس موديل كور سلاش ديستريبيوشن وات ايفر، هتخليهم تشغلهم بايه بهذا الشكل، واحد منهم يبقى روت للفيلانز النص الفيلانز اللي عندك، والثاني يبقى روت لنص الفيلانز التانيين ومفيش اي مشاكل. باشمهندس الكم عندهم تحتهم في الكور؟ في الهنا ده مش هنكتب اي امر تحت خالص، هنسيبهم زي ما هم وبالتالي هم البرايس بتاعتهم ديفولت 32000، مش هنلعب فيهم خالص بالنسبه للفيلانز. هو الامر الوحيد اللي هكتبهم ده طبعا عشان احنا عايزين كلنا نبقى ايه؟ الجهود السريع. ايوه يبقى كل السويتشات هكتب عليها الامر ده، لكن الاوامر دي اللي هم الاثنين دول هيكملوا بس على اللي انت عايزه الاثنين الروت اللي هم اثنين كور اثنين ديستريبيوشن لما حصل ايه؟ كله زي بالظبط. واضح كده؟ تمام؟ يبقى ده الايه؟ البيزك كونفجريشن حتى الان للاستاذ اس تي بي. فاضل لنا ايه تاني؟ فاضل لنا الخواص بتاع سيسكو. هي دي الحاجه اللي خلاص هو ما قلت لكم الموضوع لو انت عايز بتغير الروت وبتغير مين الروت بس، يبقى كام امر كده؟ ثلاث اوامر اللي هم اللي احنا مش بنحب نستخدمهم. يبقى اذا انا هغير المود بتاعي على كل السويتشات، وزي ما احنا قلنا السويتشين بس هتكتب عليهم الايه؟ الامرين دول، وكده خلاص انتهى الموضوع. لو عايز بقى تشغل خواص سيسكو، احنا قلنا ما عندناش خواص كتير، احنا عندنا خاصيتين بس من بتوع سيسكو، وكمان احنا مش شرحناش منهم غير واحده اللي هي مين؟ بورت فاز. لسه على الشرح التاني دلوقتي، بس لو عايز تشغلهم دول هيبقوا تحت الايه؟ الانترفيس. تمام؟ نعمله كده انترفيس كذا، وهنكتب عليها كمان خدناها المره اللي فاتت الحقيقه سبان تري داش تري بورت فاست. بس كده مفيش بقى فيلان ولا مش فيلان، مش حاسس بقى ان انت بورت فاست ولا انت اصلا بورت اكسس، يعني انت مش تبع ايه، انت تبع فيلان واحده. فبنقول له ستاري تري بورت فاست واشور، اللي هو بيطلع لنا تحذير كده سيركو ستور ويقول لك ايه الكلام ده. طيب دي الطريقه الاولى من ان انا اشغل بورت فاست. سيسكو عملت لك طريقه ثانيه ودي برضو اللي احنا معظم الوقت بنستخدمها في الحياه العمليه وناس كتير بتفضلها، وهي الطريقه دي ان انا اخش في الجلوبال كونفجريشن مود
اذا مش في البوست لا في الجلوبال كونفجريشن بقول له كده ستايل تري بوست فاست ديفولت وده بيخلي كل البورتات عندك بوست فاست ستايل تري بوست فاست ديفولت ديفولت الاون فاست طبيعي كل البورتات ايه ده طب البورت اللي راح خالص افتكر لما كنا بنيت الامر هنا كان بيطلع لك تحذير بيقول لك خلي بالك اوكي ما تكونش بس البورت دي راحت حته غلط زي اللي هي تكون راحت سويتش بس حتى لو راحت سويتش بقول لك انا مش هنفذها الا لو كنت نوت ترانكينج يعني اكسس قصدي صح فاذا لما تقول له هنا سبيري 3 بورت فاز وانت عندك 50 بورت كلهم بقوا بورت فاست لا كلهم هيحاولوا يبقوا بورت فاست بس مين فقط اللي هيقلب يبقى بورت فاست الاكسس اي بورت اوريدي شغاله ترانك تمام او قلبت في اي لحظه بقت ترانك لو انت لسه ما صراحه لو شغال بالدي تي بي ولا حاجه يبقى بورت فاست هيبقى ايه؟ هيبقى ديسيبل. فاهمين الفكره؟ اذا ده افضل بدل ما يعني اخش اكتب على طول يبقى ممكن اكتب بامبر رينج مش في امبر رينج عندنا؟ اوكي اوكي ده طيب. طيب نيجي بقى للخاصيه الثانيه خلينا نوصل ايه السلايدز بتاعتها برضه عشان نشوفها من الكريكولم ادي الكونفجريشن كوماندز زي ما احنا ايه شرحناها والنتيجه بتاعتهم وادي اللي انا عايزه اللي هو البورت فاست والايه والبي بي دي جارد. الامر الثاني بقى الخاصيه الثانيه سوري هي اسمها بي بي دي جارد والكوماند بتاعها برضه تحت الانترفيس بهذا الشكل سبانينج داش تري بي بي دي يو جارد كلمه واحده كده انيبل ايه بقى القصه دي؟ انا كده دلوقتي لو كلمنا هنا مثلا حطيت بي سي كده مش انا هشغل هنا على البورت دي البورت فاست صح؟ عايزين نشغل عليها خاصيه ثانيه اسمها بي بي دي جارد واضح ان دي خاصيه سكيورتي زي ما قلنا مش بقى موضوع سرعه او حاجه كده. الخاصيه دي هتقول ايه طبعا عبد الله لاحظ المره اللي فاتت الموضوع دوت وقت لو افرض حد هنا لان انا بشغل بورت فاست ما زلت ببعت اس تي بي مسجز او ار اس تي بي مسجز دلوقتي كل ثانيتين ما زلت بتبعتهم عادي جدا مش هتبطل. فافرض واحد بي سي هنا ظريف راح بعت مسج بي طبعا بتنزل سوفت وير عبيط جدا كده اوكي تقدر تخليك تبعت الكلام دوت فلو بعت مسج بي بي دي وانت اللي بتالفها السوفت وير ده بيبقى حاطط البروفيل بتاعتها صفر وباك على اسمها حاطط صفر مثلا يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيروت اوكي طبعا ده مش المفروض يحصل ابدا او الاسوء من كده ان تيجي بورت هنا كان فيها بي سي ويجي يوزر ونهايته سليمه مفيش حاجه يبقى حاطط سويتش تي بي لينك ولا سويتش يعني 3 كوم يعني مش سويتش اللي هو ببلاش بس سويتش صغير 4 بورت ولا حاجه حتى لو سيسكو نفسها هو حط سويتش هنا عشان هو عايز يوصل الكمبيوتر والبرنتر بس او عايز يوصل الكمبيوتر واللابتوب فاهمين الفكره هو عنده فتحه في حته زي دي مفيش غير فتحه واحده بس عايز يوصل جهازين فيعمل ايه؟ يروح يشيل سويتش ويوصل كده اهو عشان يوصل الجهازين طيب السويتش ده هو افترض ان هو شغال اس تي بي انيبلد عليه مش لازم تكون سويتش غالي يبقى شغال عليه اس تي بي يعني وطلعت البرنتر بتاعته اقل من كل اللي انا عاملها فوق ده وحسب الشركه اللي صنعها هي اللي بتحط ده كلها بنتكلم عليها سيسكو مش الشركه اللي حاطه بروتي بتاعته 5000 قلت اي رقم هيحصل ايه السويتش ده؟ هيبقى يعني فاهمين ده هاكر ده هنا بنيه سليمه بس في النهايه نفس الايه المشكله فعشان كده هنشغل الخاصيه دي الخاصيه دي بتعمل ايه؟ بتقول له جارد حمايه دفاع ضد البي بي تي يو ضد البي بي تي يو اول ما تيجي بي بي تي يو هنا على البورت دي البورت هتشوت داون ده يفكرك بمين؟ فورد سكيورتي صح؟ اكيد الخاصيه بتاعت فورد سكيورتي فاذا بي بي تي جارد بيقول لك اوكي شغل بورت فاز زي ما انت عايز بس انت خايف ان البورت ديت تجي لك من عليها بي بي تي شغل خاصيه بي بي تي جارد ديت وده هيريحك خالص ليه؟ اي بي بي تي هتيجي عشان تقعد البورت. الاكسس بورت. عشان كده احنا بنكتب على نفس البورت اللي مع مين؟ يعني الامر ده بنقول عليه توأم مع ده، لا هتكتبي ده هتكتبي ده مع ده. الاثنين دول ايه؟ مع بعض لازم يشتغلوا. اوكي برضه لو عايز تشغله بطريقه ابسط سيسكو قالت لك حاضر اهو سبانينج تري سبانينج داش تري اوكي بورت فاست تاني بورت فاست ايوه بس المره دي بعديها بي بي دي يو جارد ايه هنا بيقول لك خلي بالك الامر بيقول ايه اي بورت شغال او اي بورت فاست هتشتغل ايه بي بي دي يو جارد تمام يعني الامر ده بيقول الديفولت بتاعي سوري كتبت ايه ولا ديفولت اوكي سبانينج تري بورت فاست بي بي دي جارد ديفولت وده هيخلي اي بورت شغال بورت فاست شغل كمان ايه بي بي دي جارد اساسا انت غالبا عايز الاثنين دول ببعض بس خلي بالك دول مش مرتبطين يعني ممكن بورت شغال بورت فاست
وما تشغلش بي بي جي جارد، ممكن العكس تشغل بي بي جي جارد وما تشغلش كورس فورس. هو مش منطقي بس لو يعني لو عايز تعمل كده مفيش حاجه تمنع يعني. الامرين دول بس بيقول لك ايه، لا هو غالبا انت عايز ايه؟ ان كله يبقى باي ديفولت بورد فاست، وان كل البورد فاست باي ديفولت يبقوا ايه؟ يبقوا بي بي جي جارد. طب اكتبهم بهذا الشكل. فاذا عندك طريقتين لتطبيق الخاصيتين الجمال جدا دول بتوع ايه؟ سيسكو سبيلنج تري بورد فاست تحت البورد زي ما كاتب هنا اهو، بيطلع لك تحذير سبع سطور، والثانيه سبيلنج تري بي بي جي جارد انيبل تحت البورد. مش هو جايب اللي هي الجلوبال، لا مش جايب بس الجلوبال هتلاقيه هنا يعني. لو واحد بصيت هنا هتلاقي سبيلنج تري بورد فاست ديفولت او سبيلنج تري بورد فاست بي بي جي جارد ديفولت، او اللي كاتبه على السبوره يعني. وكده الاول بقت ايه؟ بنطبقها الخاصيتين دول اشتغلنا بيهم وطبقها على ايه؟ البورتات بتاعتي. اوكي عملنا كل ده وتقول برايمري وسكندري. نرجع ورا شويه يعني. وده باكيت ريسك طبعا عشان تتدرب على بقى ايه كل الكلام ده كله. هيبقى في طبعا واحد هوم ورك بس هنشوف لغايه اخر الشابتر هنختار انهي واحد. وده كمان بتاع المود بتاعنا اللي هو اكسبلتري مود رابد بي اس تي انا قلته لك من الاول. وبيقول لك هنا المفروض بعد كده تخش على الانترفيس وتقول له اكسبلتري لينك تايب بوينت تو بوينت، بس انا بقول لك لا ومش هكتب حتى لو انا عصبور، لان زي ما انت شفتوا هي باي ديفولت بوينت تو بوينت، وده بيعرفه لما تكون فول دوبلكس، ولو وصلت هاف دوبلكس بيقلب شيء. فانا مش محتاج اكتب امر، هو جايب هنا وكاتبه تحت الانترفيس بس مش ملوش اي معنى. نفس الكلام بالنسبه للامر بتاعك، يقول لك كلير ده في الجلوبال مش في الجلوبال كوميونيكيشن ده بره، كلير سبانينج تري ديتكتد بروتوكولز ده بيمسح، خدنا كلير كده في كذا حاجه تمام. فكلير ده بيمسح ايه؟ بيمسح السبانينج تري الشجره اللي موجوده عشان خاطر تتبنى من اول جديد، برضه مش شايف له اي لازمه لان هو بيحصل لوحده يعني. اول ما بتقول له المود كذا هو بيبدا يغير تمام، ويغير المود دوت ويبني الشجره بتاعته من اول جديد. فانت مش محتاج تقول له امسح ولا اعمل اي حاجه، هو الموضوع ايه؟ دايناميك بيشتغل من غير اي مشاكل. التغيير دوت احنا ما شفناهوش رغم ان احنا يعني عملناه، بس الحقيقه لما تيجي تقول له شو سبانينج تري بتلاقي السطر الاولاني لما كان بيبقى مكتوب سبانينج تري انيبل بروتوكول اي تريبل اي، دلوقتي هتلاقي سبانينج تري انيبل بروتوكول ار اس تي بي. اوكي كان مكتوب هنا زمان اي تريبل اي وده معناه ان انا شغال اس تي بي القديم اللي هو البطيء، هنا مكتوب ايه؟ ار اس تي بي وده معناه ان انا شغال اس تي بي الجديد اللي هو طبعا ار باختصار رابت. اوكي او يعني بدل ما ممكن تكتبوا امر تاني يعني في عمر شو كتير في حاجه اسمها انت ما خدهاش يعني، بس مش عارف نشوف شغال على بعض. في حاجه اسمها شو سبانينج تري سمري، وهتلاقي في اول سطر على طول سويتش از ان رابت بي بي اس تي. Switch is in rapid BBST. طبعا هتقول ايه الحاجات دي كلها في البتاع التفاصيل تلخيص لبعض الخواص بتاعتنا، هتلاقي زي بورد فاست ويدي جارد حاجه اسمها بيبي فلتر رابلنج فاست فاهم فاست سيرش اند سكوبينج بار لوب جارد البات كوست ميزر يعني كل ده لو ما خدناهوش يعني، بس ايه دي القصه اللي هو التلخيص اللي اسمها ممكن تاخد بس اول سطر يعني ما تتحرقش نفسك من الباقي. يبقى اذا شفنا الكونفجريشن بتاع المود والكونفجريشن بتاع مين يبقى الروت. اوكي عندنا وبرضه في باكيت تريسر للرابت بي بي اس تي بلس لسه هنشوف مين فيهم اللي هنشتغل بيه. واخر حاجه كده خلاص الاس تي بي خلاص بكل الفاريشنز اللي علينا اللي هو الاس تي بي البي بي اس تي بلس وبعدين خدنا الار اس تي بي والرابت بي بي اس تي بلس اللي هم اربع فاريشنز كده نقدر درسناهم. جايب الجزء اللي هو ايه الترابل شوتنج او يعني الايشوز او المشاكل ممكن تحصل في اس تي بي. الموضوع فيري سمبل او الرابط كله نفسه وعنده شكل نظري، بس لو انت فاهم كويس وتقدر تعمل اللي هو هنقوله هنا دلوقتي هتلاقي الموضوع بسيط جدا. ان انت ترابل شوت اس تي بي لو حصل، وطبعا كارثه لو حصل انك تعرف الاساس بتاعه، لكن سهل ان انت تحله زي ما هقول لك دلوقتي. بس قبل ما اقول لك اللي هو ترابل شوتنج كلمه سريعه عن الام اس تي، لان احنا ما خدناش ام اس تي اللي هو اختصار لمالتيبل سبانينج تري بروتوكول زي ما قلنا غالبا بيبقى اسمه ام اس تي بي. ايه القصه؟ القصه ان البروتوكول ده جميل جدا. بيقول لك طيب احنا عايزين فكره ان يعني كل فيلان ليها شجره ديت طلعت كويسه على اساس انها بتعمل لنا رول بالانس. مظبوط؟ التوبولوجي اللي انا كاتبها الكبيره اللي هي دي اللي هي الكومن والديستريبيوشن والحاجات ديت، يعني في رول بالانس كل اللي كانت ترجمه تبقى شغاله. دي حاجه كويسه، بس العيب ايه العيب بتاع بي بي اس تي؟ ايه العيب؟ كل اللي لها شجره بس ايه العيب؟ الريسورسز طيب ميموري والسي بي يو والبانوز. لو عندك قلنا 50 بلاد التوبولوجي هتبقى عمليه متعبه، لو عندك 100 بلاد متعبه اكتر واكتر بتلعب 100 بي بي تي يو كل سنتين تمام. طيب الحل بقى ام اس تي.
ام اس تي بيقول لك لو انت عندك ديلات كتير تعالى اشتغل. ليه؟ ان احنا هنعمل قد ما انت عايز شجر. يعني يعني حقيقه هنا لو افترضنا ان انت عندك فعلا فيلانز من واحد لاثنين، يعني عندك كده كام؟ 200 فيلان. 200 فيلان. فانت عايز ده الروت اللي من واحد ل 100 وده الروت من 100 ل 200. طب جوه السويتشات دي، يعني حتى ده السويتش السؤال ده عنده كام شجره كده؟ بالنظام القديم العادي عنده كام شجره؟ عندك 200 فيلان، يبقى عنده كام شجره؟ 200 شجره. وده عنده 200 شجره وده عنده 200 شجره. بتبعت كام بي بي ديو؟ 200 بي بي ديو. بتبروسس كام بي بي ديو؟ 200 بي. فاهمين القصه؟ رغم ان حقيقه باللي انت عملته ده انت اخترت هنا روت لوسط الشبكه وروت لوسط الشبكه، صح؟ يعني اول 100 شجره فيلان 50 مثلا وفيلان مثلا 90، ايه الفرق بين الشجره بتاعتهم؟ ولا حاجه. مش ده نفس الروت؟ ولو دي روت بورت في 50 هتبقى روت بورت في 90، ولو دي روت بورت في 50 هتبقى روت، صح كده؟ فام اس تي استغل الحقيقه دي وقال لك انت اصلا مش عايز 200 فيلان، ايه الغباء ده؟ فانت عايز كام شجره؟ عايز شجرتين بس كده، شكرا. يعني ايه؟ انت هنا هتختار ده روت وده روت تاني، اثنين روت لمجموع الفيلان ومجموع الفيلان، يبقى اذا عندنا شجرتين بس، ام اس تي يقدر يقول لك هنعمل شجرتين بس. دي هتبقى الشجره بتاعتك من 1 ل 100، ودي هتبقى شجره ثانيه من 101 ل 200، وشكرا. شفت البساطه؟ يبقى اذا في الميمو اللي هنا والبروسيسنج والكلام ده كله عندك كام شجره؟ اثنين بس. في ابسط من كده؟ شجرتين فقط لا غير. مش انت عامل اثنين عايزهم يبقى روت، ده روت لجزء وده روت للنص الثاني، وغالبا عمرك ما بتحتاج اكثر من شجرتين. فعشان كده البروسيسنج عندنا هيبقى اقل بكثير جدا. 200 شجره بقوا 200 شجره. طبعا ازاي بيعمل كده؟ التفصيل بتاع الظبط مش حلو، بس بديكم ملاحظه عامه بسيطه عشان تبقوا فاهمينه. القصه بتاعت شغال ازاي اللي هو مش علينا في الايه في مستوى سي سي اس. المفروض اعمل 2 و2 2 و2 لا 2 شهر بس 2 و2 مش واحده بايرن واحده لا ده الروت بتاع الواحد بايرن واحده اتشارك تمام. لكن انت في الحقيقه قايل ان الناس ديت ان هي شهر في شغله واحده وده الروت بتاعها. لو الروت اتغير مش مشكله، يعني مش مشكله لو الروت ده اتغير وانت سويتش جديد ولا عشان خاطر وقع دخل مكان. بس في كام شجره اكشن؟ يعني لما تقول شو اسمها في كام روت موجود؟ يا واحد يا اثنين. يعني لو واحد وقع زي ما انت بتقول يبقى ده هيبقى الروت بتاع كله، صح؟ لو هما اثنين موجودين يبقى في كام روت؟ اثنين. فاذا انا مش محتاج غير شجرتين. لو الشجره وليها الروت بتاعها وقع هينضموا مع بعض ويبقوا ايه؟ يبقوا شجره واحده. بس في النهايه الميموري عندي فيها شجرتين، البروسيسنج شجرتين، وبالتالي الدنيا اسهل وافضل بكتير. اوكي؟ طيب بيقول لك هنا دلوقتي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي هنحلها؟ اقول لك عليها analyzing the STP topology. analyze STP ازاي؟ show CDP neighbors صديقك هيعرفك السويتشات بتاعت سيسكو كلها الموجوده، طبعا ده سي دي بي. افرض انت مش شغال سيسكو ديفايسز، خدنا بروتوكول تاني اسمه ال ال دي بي لو فاكرين، كان في اللي هو الحاجات الزياده من سي سي ال اللي خدناها في اخر موديول 2، في بروتوكول اسمه ال ال دي بي، وده لو شغال سويتشات بقى اتش بي وجوني بول ونيرو والكلام ده كله. في النهايه هتسكفر اللي هي التوبولوجي، يعني من الاخر هيبقى عندك رسمه زي دي كده، رسمه زي ديت موجوده وتقدر تستكشفها وتبقى موجوده عندك. بعد كده يوز الاس تي بي نولج بريبير اكسبكتد لاير تو باث. يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ بما ان انا بقى كنا بنشرح لك كل ده ليه؟ عشان في الاخر لما تجي لك رسمه زي دي كده وبعد ما جمعت المعلومات بتاعتك تقدر تقول لي فين البورت المفتوحه فين البورت المقفول؟ ده اللي عايزه. مش قلنا ده اللي هو الاكتيفيتي اللي حللناها مع بعض؟ مش قلنا ده اللي هيجي لك في الامتحان؟ طب اوكي ما احنا بنحل مشاكل ولا امتحان ولا حاجه، لا ده هو النولج دي اللي هتعمل بيها الكلام ده كله هي اللي هتاكد لك هتحل لك اي مشاكل خاصه بس. اتاكد بس ان الروت هو اتاكد ان فعلا كل البورتات اللي انت اخترتها، يعني انت جبت الرسمه هتقسمها او مثلا في المثال بتاعنا ده عندنا شجرتين يبقى هنرسم ايه؟ رسمتين ونحط في كل واحده روت بتاع الروت بورت بتاعتها والديزيجنيت بورت والاطر بورت. استفدت ايه؟ فين الترابل شوتنج بتاعي؟ اهو ارسم الرسمه دي كده وهنا مش عامل اثنين روت هو واحد بس وبعدين دوت هو الروت بتاع الشبكه دي كلها، لان دي رسمه مين؟ دي نمت كتب لك عليها اهي، يعني دي مش رسمه كله دي رسمه بس دي نمت. اذا دي روت بورت وبنكتب ايه بقى هنا؟ سوري ده روت بريدج. مش بنكتب حتى روت بورت وديزيجنيت الاطر، لا فورورنج 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 بلوكينج بلوكينج فورورنج فورورنج. فاهمين القصه؟ فاذا دي بقى دي اسمها بلوكينج بلوكينج دول مقفولين. استفدت ايه هنا؟ اقول لك لما تيجي دلوقتي تحصل مشكله في اس تي بي وهيوريك مثال دلوقتي المشكله بتحصل. اس تي بي فيلير يعني اس تي بي هيفشل. في اسباب معينه تخلي اس تي بي يفشل فهناخد مثال واحد منهم يعني. بس اس تي بي فيلير تحصل كارثه، تحصل لوب برودكاست ستون، اداء الشبكه هيوقع، هتلاقي الناس كلها بتتصل وبتديك نتورك بطيئه ضعف، دي حاجه غلط. او لو انت راجل نتورك انجينير شاطر هتبقى مشغل اصلا سوفت وير هندرسه ان شاء الله لسه في الموديول الرابع للنتورك مونيتورنج، بيراقب الشبكه ولما يلاحظ ان في حاجه بقت غريبه والاداء بقى سيء هتعرف انت، هيجي لك انذار او هيجي لك منه ايميل مسج او نوتيفيكيشن على السوفت وير مخصوص نسخه منه على الموبايل وتقدر تعرف ايه اللي حصل. ايا كان سواء اليوزرز
اشتكوا ولا انت عندك عرفت عن طريق السوفت وير بتاعك حصلت لوب. طيب ايه اللي يخلي في الشبكه دي تحصل لوب؟ اس تي بي فشل. ايوه طب اعمل ايه انا؟ لو معاك الرسمه دي تعمل ايه؟ مين قال لي بورت اللي بعده مش جاي؟ بالظبط. هو يعني ايه حصل لوب؟ الرسمه دي المفروض ما يحصلش فيها لوب ابدا. تمام؟ طول ما دي مقفوله ودي مقفوله. لو معاك الرسمه ديت وحد قال لك اوكي الحق ده كل اليوزرز اللي فيها 100، لان خلي بالك ممكن تحصل دلوقتي بقى عندنا كل شجره كل فيلان، ممكن يوزرز في فيلان معينه اداره السيلز هو اللي فيها 100 هو اللي بيشتكوا للشبكه عاطيها والناس الثانيه مش حاسه، لان مش هيحصل عندهم برودكاست ستوب. احنا كده عزلنا لما عملنا شجره، فلو حصل هنا فشل في دوت بس مش معنى كده هيحصل فشل في الثانيه. فاذا اعمل ايه؟ البورت دي مقفوله والبورت دي مقفوله، لو حصل دول معناها واحده من الاثنين خلاص. فيري ايزي. اخش على سويتش 4 وهقول له شو سبيلنج فري وشوف البورت اللي هي انت مسجل رقمها المفروض يعني دي بورت خمسه مثلا بقت في حاله فوروردنج دلوقتي؟ لا افهمها على طول. شوت داون. شوت داون البورت لغايه ما تشوف هو ليه فتح يبقى المفروض ما تفتحش. او نفس الكلام اللي هي دي اللي فتحت هتعملها ايه؟ شوت داون. اوكي؟ لو الحاله اتاخرت معاك جدا لدرجه ان انت ما تعرفش تعمل كده، يعني ما اعرفش اعمل كده. يعني انت تخش على السويتش وطبيعي ان انت بتخش على سويتش اس اس اتش. البورت اللي بتخش على السويتش. دي تخش على اس اتش. تخش يا اما ما يفتحش خالص يا اما تلاقيه بطيء جدا. يعني تدوس انتر يطلع لك المؤشر اللي هو بيكتب اسمه دي كده حرف حرف. طب ده معناه ايه؟ يعني انا هو بطيء جدا انت مش عارف توصل له بسبب هو مشغول جدا بسبب البرودكاست ستار. فاهمين القصه؟ او يبقى مشغول جدا لدرجه ما يردش عليك، يعني تعمل اس اتش ما يفتحش معاك اصلا لان الراجل مشغول جدا بسبب الايه؟ اللوز العصبي. اعمل ايه ساعتها؟ اعمل ايه؟ كونسول. كونسول. تروح للسويتش وتوصل كابل كونسول. لو الحاله سيئه جدا ممكن توصل كام كونسول وتلاقيه بطيء جدا برضه مش بيرسبونس معاك او اللي هي كونسول بورت مش ماشي بالداتا لان هو نسبه الانشغال بتاعته بدرجه 100%. شد الكام. شد الكام. افصل البورت ديت انت مش عارف تخش تعمل لها شوت داون. شيل الكام. بس اعمل كام وانا لو مش معايا الرسمه دي ولو مش عارف ان هي دي المقفوله ودي مقفوله وان واحده منهم اللي عملت مش فاهمين القصه خلاص دلوقتي انا للامان شد دوله خلاص. انا مش عارف اخش على السويتشات اصلا، يعني الموضوع تطور لدرجه ان انا مش عارف اخش على السويتش اساسا من كتر ما السويتش مشغول وبسبب البرودكاست ستوب. شيل ده وشيل ده ومتشكرين جدا. الدنيا هتشتغل. واضح؟ فين اهو بيقول لك طبعا انت رسمت الرسمه لازم تبقى متاكد منها، يعني اللي هو له شورس فاني 3 دي ده لو هنرد على كل سويتش عندنا ونتاكد فعلا اه ده دي روت بورت زي ما نكتبها، ده دي روت دي ديزيجنيتد دي الترنت وهكذا قبل ما الدنيا تبوظ يعني لغايه دلوقتي الدنيا ما باظتش. وهنا هيجيب لك اوكي قال التوبولوجي ليه راجل ده روت ان البروتي بتاعته اقل؟ لا في الحقيقه الاثنين ده برضه بس واضح ان الماك ادرس ده اقل من ده 0000 0000 0 سي 0 سي اي و9 9 احسن من ايه يبقى هو ده روت. والبورت دي اتقفلت بنفس القصه بتاعتنا مش هنعيد بقى ليه الحفله تاني بتاعت ليه هي البورت اتفتحت والبورت اتقفلت المفروض تكون عرفت دلوقتي من كتر ما احنا ايه قدام. فلا يحصل هنا دلوقتي اس تي بي فيلير ان البورت هنا ديت ايه اللي حصل كانت مقفوله قلبت فورورد صح؟ والنتيجه لذلك برودكاست ستور دخل برودكاست هنا دي لسه ما كانتش مقفوله خالص دي كده ماشيه كده ابعت هنا وابعت هنا هتلف هنا لان هي بعتها تاني فانت تلف دول الثلاثه دول زي ما انت عايز لمده للابد. طبعا دي سبب الاس تي بي فيلير. طب ايه اللي خلاها يفشل اصلا؟ يعني ايه اللي خلى البورت دي هنا تقلب فورورد؟ هي كانت بلوكينج دي، لان الراجل ده بيبعت لها مسج كل ثانيتين، ده بيبعت لها مسج كل يعني الروت بيبعت له مسج لو اتكلمنا على اس تي بي قديم، الروت بيبعت لك مسج وانت بتبعت مسج وبيبعت لك مسج وانت بتبعت مسج، اوكي؟ بطلت انت تبعت مسج. فلو بطلت ابعت مسج سواء شغال بتايمرز ولا بالنظام الجديد، التايمرز الجديده ولا التايمرز القديمه، البورت دي في الاخر هتقلب تبقى فاضي. طب سؤال ايه اللي خلاك تبطل تبعت مسج؟ ايه اللي خلاك؟ ممكن يبقى في هنا السويتش نفسه ده مشغول جدا لدرجه ان هو في حاجه عنده غلط يعني لدرجه ان هو مش قادر يبعت مسجز. ممكن السوفت وير ده يبقى فيه باج ايرور موجود خلاه ما يبعتش مسجز الاس تي بي بالذات. ممكن وده احتمال بيحصل كتير جدا في الحقيقه كان ده يكون فايبر وحصل فيلير في واحد من الاطراف. دي حاجه غريبه انت ما اشتغلتش على فايبر بس الفايبر عندي لو فاكرين بيبقى تو بورتس اثنين كابلين مش خاطر واحد سند واحد ريسيف. واحد منهم اللي يبوظ يعني هنا السند بتاع دوت باظ بس الريسيف لسه شغال. فهتقول لي طب كده البورت وقعت. لا لو قلت له شو الانترفيس بتاعتنا هتلاقيها اب واب من ناحيتين هتلاقيها اب واب هو مش بيحس ان هي وقعت بسبب ان في طرف شغال. فاذا الراجل ده ما غلطش في حاجه هو بيحاول يبعت بس السند عنده بايظ الكابل ده باظ
سيند واز بس ريسيف شغال. طيب انت ما بيوصلكش غير الفيديو يبقى هتفترض ان هو مش موجود خلاص وتقلب البوست تبقى ايه؟ تبقى فاضي. واضح؟ فطبعا هو ده اللي يسبب ايه؟ اللوب بهذا الشكل والكاتس بهذا الشكل. بس مش هي ايه المشكلة؟ هتلف الداتا برضه، خلي بالك انا ببعت داتا صح؟ هتمشي في الكاب ده وتمشي معاك هنا ويبعتها هنا صح؟ ده هنا هيبعتها. طب وده هيبعتها لفوق هتمشي يعني هتلف هنا في اتجاه واحد بس هيبقى الكاب ده ولا هيبقى لف في اتجاه واحد بس ما منعش اللف ما بين التانيين صح؟ يعني انا جات لي الفريم هنا برودكاست او جاي بعتها ده ده الكاب ده شغال او جاي على فورورد هنا وفورورد هنا الاتجاه ده شغال ولا لا؟ من فور لفور شغال او جاي فوق يبعتها لواد يوم جاي وان رجعها لتو يوم جاي تو رجعها فوق يوم جاي فوق يبعتها لواد الاتجاه ده كده شغال اللف كده شغال اللف في الاتجاه العكس مش شغال بس اللف كده شغال فما زال هتحصل الكارثه بتاعت الايه؟ البرودكاست ستوب واضح؟ فزي ما قلت لو عرفت طبعا تحل المشكله دي بطريقه بسيطه ان انت تخش على السويتش نفسه السويتش 4 او 3 واس اس اتش او كونسول او اخر حاجه ما عرفتش تخش هتسيب ايه الكيبل نفسه ده يبقى يعني ايه الحل البسيط. Think the actual activity, you will have a troubleshoot STP configuration issues with flag the switch, please the switch is the root branch. يعني هنا 1 2 3 موجودين والتوب بتاعتهم الارقام موجوده ودخل على سويتش 1 وقال له شو سباي تري الى 1 وطلع الاول دوت ولكن هنا الروت. ركزوا تاني بصوا
اي رينج دول اللي وقعت ولا على اساسها اتغير الاوتبوت بقى كده؟ يعني المفروض نبقى فاكرين حاجه قديمه ولا لا؟ ايه؟ فاكرين حاجه من الرسومات القديمه ولا دي بقى هي نفس الرسمه القديمه؟ مفيش حاجه اتغيرت؟ انا قصدي اتغير ان في لينك من ثلاثه وقع. بقول لك ذير از لينك نقطه سبيسنج اس تي بي لغايه دلوقتي نفس لينك ذات از داون. اي لينك دول اللي داون؟ هو ده سؤال. وان واي دي تاني ليه؟ عشان هنا انتوا زي ما انتوا قلتوا صح دي هتبقى الروت بوز بتاعتك بس مش فاكر مش هتبقى الروت. ركز الكوست بقت كام هنا؟ دي كوست وهنا بيقول لك البوت والكوست بتاعت الروت اللي هتوصلني للروت الكوست 8 هو كان قبل كده دي روت بوت بتاعته في الكوست بتاعتها كانت 4 ودي روت بوت بتاعتها مش لسه حللوا بقى دي روت بوت السويتش 1 بس سويتش 1 ما زال الروت ما اتغيرش بس ايه اللي اتغير؟ ان دي بقت الروت بورت مش معناها ان انا تاني على طول يبقى هو الروت تمام؟ معناها ان هي دي الروت بورت بتاعتي اقصر سكه الروت لان السكه ديت واحد تمام؟ وكده خلص الاستاذ مين؟ اس تي بي بالفاريشنز بتاعته تقريبا يعني ايه كل حاجه ممكن تبقى في الليفل بتاع سي سي اي اسئله خاصه ب اس تي بي اخر فرصه قبل ما نخش الشنطه ده طويل فهو لسه ما خلصش لسه نخش في التوبيك الثاني التوبيك الثاني ده صغير مش كبير بس قبل ما نخش فيه اي مشاكل في اس تي بي باي فاريشنز او فليفر اي نكهات عندنا كذا نكهه في اس تي بي الفانيلا اس تي بي اللي هو الاس تي بي العادي تمام اللي هو ما فيهوش اي حاجه يعني وبعد كده عندنا بقى البي بي اس تي اللي هو بتاع سيسكو بي بي اس تي بلس سيسكو ار اس تي بي اللي هو الستاندرد رابيد بي بي اس تي بلس اللي هو بتاع سيسكو بس بقى رابيد اي مشاكل؟ الجزء الثاني ليه حاطينه في نفس الشابتر؟ اللي هو الشابتر طويل لان هو علاقه بنفس الموضوع وهو اللان ريدندنسي بس بيتكلم عن نقطه ثانيه خالص تماما وهي ان دلوقتي انا المشكله بتاعتي مش السويتشات ولا اللينكات ولا اي حاجه كده المشكله بتاعتي بسيطه جدا اللي هنحصر في الراوتر في الديفولت جيت واي بتاعي اللي هو الراوتر بتاعي او طبعا زي الرسمه اللي موجوده عندكم في الباب السكشن مالتي لاير سويتش ما تفرقش يعني هو لاير سويتش ديفايس هو ده دي الراوتر بتاعي فايه الحل في هذا الموضوع؟ فعشان ما نلخبطش نفسنا انا هحسب الرسمه بناء على ان هي يعني ايه راوتر مش مالتي لاير سويتش اوكي لو خدنا مثلا مثال بسيط زي دوت كده انا عامل الريدندنسي في اللينك شبكه صغيره مش كبيره على فكره لان هنا يعني في كام سويتش ممكن يكون في كذا واحد بس هو عندك اثنين اللي هم كور مفيش ديستريبيوشن فده كور وديستريبيوشن مع بعض اثنين وموصلهم كده عشان يبقى في ريدندنسي بالنسبه لنا وجبت اثنين راوتر موصلهم بالنت بخطين مختلفين يعني راوتر مثلا تبع تي داتا وراوتر تبع ايه فودافون الفكره دلوقتي ان انا عايز الراوتر منهم يشتغل يودينا للنت والراوتر الثاني يبقى الاحتياطي اوكي ريدندنسي مش هي دي ريدندنسي ده التعريف بتاعها فانا عايز ده يبقى الاساسي ده تبعته اليوزرز كلهم دوت وعايز ده يبقى احتياطي فاللي بيحصل دلوقتي ان البي سي هنا اي بي سي هنا او هنا اوكي دلوقتي ده بالنسبه لنا الاي باد بتاع مثلا دوت 1 وده الاي باد بتاع دوت 2 وات ايفر 192 192 1 تمام فدلوقتي البي سيز ديت هكونفيجر الديفولت جيت واي بالنسبه لهم بيساوي 192 168 1 1 اللي هو مين؟ ار 1 عشان يستخدموا يبقى هو الديفولت جيت واي بتاعهم. طيب المشكله لما ار 1 يقع ايه اللي هيحصل؟ ار 1 وقع دلوقتي انا عايز ار 2 ياخد مكانه. هخليه ياخد مكانه تاني. باللي احنا نعرفه ما بنتكلمش على حاجه. انا عملتها قبل كده صح كنت فاكر بكتب كوماند كده فين؟ تكتب كوماند ايه فين؟ اه لا ده كان على نفس الراوتر. حاجات من فرنسا وبس بلاش. كده لو الراوتر عنده اثنين باث او حاجه زي كده ممكن يتناول ايه؟ هو المفروض يبقى الكلام ده على السويتشات بقى صح؟ هم دلوقتي كده متوصلين لبعض مش في كده سويتش هو متوصلين لبعض يبقى الكلام المفروض يبقى على السويتشات صح؟ ايه هو اللي على السويتشات؟ ان انا هقول لهم ان الديفولت جيت واي ما بقاش هنا او الاتش سي بي هو السويتش ماله ولا الديفولت واي؟ طب السويتش مالوش علاقه بالموضوع الكمبيوتر مالوش علاقه بالموضوع فانت قربت موضوع الاتش سي بي
ليه؟ هو الكمبيوترات بتاعتنا عارفه الديفولت ريت كام؟ 1-1 اللي هو ار 1 صح؟ فدلوقتي ار 1 مش موجود فلازم اوجه الكمبيوترز اقول لهم روحوا الديفولت ريت يبقى كام دلوقتي؟ 1-2 صح؟ اعمل ده ازاي؟ هو والله هو معايا منين 1-1؟ دي اتش بي اعرفهم ازاي 1-2 دي اتش بي بس ده معناه ان لما الراوتر ده يقع وانا اعرف ان هو وقع وجرحت الدي اتش بي مغير الكونفجريشن بتاعه اقول له وزع 1-2 وبعدين تروح للكمبيوتر تجدد العقد الايجار يعني لما تطفي الكمبيوتر وتشغله لما تكتب امر اسمه اي بي كونفج سلاش رينيو اللي هو بيجدد عقد الايجار ما بينك وبين الدي اتش بي سيرفر فتجيلك معلومه جديده. طب ده ان شاء الله تعمله ازاي في شبكه فيها 100 جهاز يعني؟ فاهمين القصه؟ فاذا مش حاجه بسيطه ولا حاجه منطقيه انها تحصل. انا عايز الراوتر ده بعد ما يقع بثانيه او اقل من ثانيه راوتر 2 ياخد مكانه من غير ما اليوزرز يحسوا يعني اليوزر كان قاعد بيداونلود حاجه من النت يعني ما طلعلوش غير باكت واحده ده لو وقعت. طب ايه بقى الحل لهذا الموضوع؟ الفكره دلوقتي ده ديفولت جيت واي بالنسبه لي سواء راوتر او ملتي سويتش. وفي مشكله بالنسبه له ان هو انا مش عارف دلوقتي اغيره بالنسبه للاجهزه بتاعتي. قال لك دلوقتي اخترعنا مجموعه بروتوكولز مش بروتوكول واحد احنا عندنا منهم واحد بس مجموعه بروتوكولز اسمهم ال FHRP او First Hop Redundancy Protocols. ده مش بروتوكول مش حاجه اسمها FHRP مفيش بروتوكول اسمه FHRP ده النوع بتاعه اللي هيحل لنا هذه المشكله. اما البروتوكولات اكشولي هم HSRP VRRP GLPP ثلاثة بروتوكولز احنا مش هناخد ايه؟ اول واحد بس. اوكي بس ثلاثة نفس الفكرة اللي هتفهم اول واحد هتفهم ليه الباقيين. الثلاثة نفس الفكرة هي ايه بقى الفكرة؟ ايه الفكرة الذكية اللي هم هيعملوها هتخلينا نقدر نعمل حاجة زي كده؟ قال لك بسيطة خالص هنيجي هنا وهنضيف راوتر ثالث بس مش حقيقي الراوتر ده فيرتشوال. ايه الكلام الرهيب ده؟ يعني جوه ار 1 وار 2 هخترع راوتر فيرتشوال وهو ده هيبقى الديفولت جيت واي بتاع الناس كلها. اذا هيبقى في راوتر فيرتشوال الادرس بتاعه مثلا هتخليه رقم بعيد خالص 254 يبقى لما اوزع بالدي اتش بي سيرفر اقول للاجهزه بتاعتي كلها انتوا الديفولت جيت واي بتاعكم كام؟ 254. مين ده؟ ده مش موجود اصلا في الشبكه. مفيش جهاز ولا انترفيس في الراوتر ولا في السويتش واخد الرقم كام؟ 254 ده رقم تخيلي انترفيس تخيليه حاجه مش انترفيس حقيقه اصلا حقيقيه فيرتشوال راوتر تخيلي. طيب ايه القصه يعني ايه ده ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي هيحصل كالاتي ان ار 1 انا عايز مين فيهم يبقى الاساسي اللي هو الاساسي بتاعي ار 1 عايز هو ده يبقى هو الاساسي فبنسميه في ال HSRP يعني اللي احنا بنشرحه بنسميه اكتف راوتر. تمام؟ الاكتف راوتر دوت بيقول انا طول ما انا شغال اي حد هيسال على 254 انا هرد عليه. يعني الاتي بي سي دوت رحت انت كتبت عليه جوجل دوت كوم لسه فاتح الراوتر اول حاجه كتبتها فتحت جوجل دوت كوم. اللي بيحصل جوه الكمبيوتر ايه؟ جوجل دوت كوم بجيب الاي بي ادرس بتاعه من الدي ان اس سيرفر اوكي وبعد كده بشوف الله ده مش في الشبكه بتاعتي ده في شبكه بعيده. طب لما هو في شبكه بعيده اعمل ايه هنا؟ اروح لمين؟ للديفولت جيت واي. فهتروح للديفولت جيت واي ازاي؟ هتجيب مين؟ يعني انا عايز دلوقتي ابعت داتا تروح لجوجل فمحتاج ايه؟ ما انا معايا رقم ديفولت جيت واي اهو. لا انا محتاج ايه؟ رقم رئيسي الماك ادرس بتاعي. الماك ادرس بتاعي هبعت ارم ريكويست اقول يا جماعه انا عايز الراجل دوت الماك ادرس بتاعه عشان اعرف ابعت مش هي الداتا بتاعتك هتبقى كده تمام سورس اي بي حاطط رقمك ديستنيشن اي بي حاطط رقم جوجل وبعدين هتحط فريم سورس ماك هتحط رقمك ديستنيشن ماك هتحط مين؟ بتاع جوجل هتحط مين هنا؟ بتاع راوتر. فده مش معايا انا لسه زي ما قلت شغال لسه ما اعرفوش فهو جاي باعت ارت ريكويست يقول يا جماعه انا بدور على مين؟ خلي بالك الراجل ده مش موجود صح بس برودكاست هيوصل لكل الاجهزه كالعاده الارت برودكاست بتاعنا مين اللي هيرد بقى؟ ار واحد اللي هيرد لانه شغال عليه بروتوكول اسمه اتش اس ار بي دوت وعارف ان هو حاليا اسمه ايه؟ الاكتف. فانا الاكتف اي حد يسال على الرقم ده تعالى لي هو مش موجود انا رقمي اصلا دوت 1 تعالى يبقى اذا ده بنسميه الفيرتشوال اي بي اللي هو 192 168 1 254 ده هيبقى الفيرتشوال اي بي ادرس. لما اجي ارد هل اديهم الماك ادرس بتاعي؟ يعني واحد عنده ماك ادرس قال لك لا اوعى تديهم الماك ادرس بتاعك امال هتديهم ايه؟ هتديهم فيرتشوال اوكي ماك
مش انت اللي بتخترعه في ماك ادرس ستاندرد كده سيسكو عاملاه طبعا مش حافظه يعني بس افترض ان هو كده بس 001111111234 ايوه هنشوفه مع بعض لسه الرقم شكله عامل ازاي السيره بتاعته يبقى اذا في فيرتشوال اي بي ادرس ار واحد بيرد عليه لما حد بيساله ويديله فيرتشوال ماك ادرس دوت جميل جدا الناس كلها دلوقتي بي سي 1 و2 و3 كل البي سيز دلوقتي عرفوا الماك ادرس بتاع ار واحد اللي بيخدع بيه بيتحجي عليهم للفيرتشوال اي بي ادرس اللي بيتحجي عليهم بس في النهايه الداتا هتمشي كده وده اللي انا عايزه الراجل ده مثلا تمشي الداتا بتاعته كده توصل ار واحد اما الراجل ده هتمشي الداتا بتاعته كده وبرضه توصل ار واحد بس اوكي؟ خلاص كل الداتا رايحه للنت ومفيش اي مشاكل لا دي بقى مشكله بقى ايه مشكله؟ مش هقول لك الراوتر ده واحد هقول لك اللينك دي واحد راجع رقم 10 بتاعه ومتر اهو الراوتر اساسا صعب يا واحد اللينك دي سهل جدا تقع اللينك دي سهل جدا انها تقع ده كابل كابل عرضه ب 100 حاجه هي تخليه يقع ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي يجي بقى دور البروتوكول بجد كل ده مجرد خدعه وبتاع مش عارف ايه بقى ايه اللي هيحصل؟ ان ده اللي هو ار 2 واخد حاله اسمها ستاند باي اسمها ايه؟ ستاند باي يبقى عندي واحد بيبقى اكتف واحد تاني بيبقى اسمه ستاند باي احتياطي تمام حلو جدا ايه الاحتياطي دوت بقى؟ الاحتياطي دوت قاعد باشا كده ما بيعملش اي حاجه ولا بيبعت اي داتا للنت طول ما الاكتف شغال اول ما الاكتف يقع عندنا مسجز بتتبعت ما بين الاثنين دول هلو تاني نفس القصه ده بوز بير فويس عشان كده في اس تي بي هلو مسجز بتتبعت ما بين الاثنين ده بيقول له صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور لما يبطل يبعت هلو الهلو الطبيعي اللي فوق يعني في اتش اس بي انها بتتبعت كل 3 ثواني والديت تايمر بتاعك 10 ثواني اذا لما ده يبطل يبعت هقعد 10 ثواني تمام افترض خلاص ان هو مات يقوم جاي عامل ايه بعد ما يموت شكرا انا دلوقتي هبقى ايه؟ هبقى الاكتف. تقول لي طب 10 ثواني ده كتير قوي، نبدا نعدلها لخليها ثانيه واحده لو عايز. حلو؟ لو عايز تخليها ثانيه اوكي. اقل من ثانيه برضه اوكي. حلو؟ طب ما تقلقش من الحته دي خالص. يبقى خليها اقل من ثانيه، فاقل من ثانيه هعرف ان الراجل ده وقع ومات، هاخد مكانه واخليها الاكتف. ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. الكمبيوترات فاكره الديفولت دي 1254. ما هو مش فاكر ان هو 1 1، ما تعرفش حاجه عن 1 ان هو وقع. ولا تعرف 2. بس طول دلوقتي لما حد يسال على 254 هو اللي هيرد عليه. طول دلوقتي لما حد يسال على الماك ادرس دوت ويبعت داتا للماك ادرس مش هيغير الماك ادرس هو نفس الفيرتشوال ماك ادرس اللي بعته على 1 هو كمان بيرد عليه هو نفس هما الاثنين واخدين نفس الفيرتشوال ماك ادرس. فاذا تصور كده الفيرتشوال ماك ادرس دوت موجود جوه قاعد جوه ار 1 طول ما ار 1 شغال. لما ار 1 يحصل فيه حاجه الفيرتشوال ماك ادرس ده بيجري يبقى موجود جوه هنا. الفيرتشوال ماك ادرس هو ده كده الفيرتشوال ماك ادرس اللي هو الفيرتشوال اي بي والفيرتشوال اي ماك. اذا انا موجود ار 2 دلوقتي هاخد الفيرتشوال اي بي والفيرتشوال ماك دول اي حد هيسالني على ده هديله الماك اي حد يبعت لي داتا مثلا حاطط فيها ديستنيشن ماك ده اوريدي انا هستقبلها وهتروح للاسفل يبقى ممكن اليوزر بتوعك ما يحسوش اصلا زي ما قلت لو باكيت وقعت ولا حاجه بينهم مثلا ممكن باكيت ولا اتنين تقع لكن غير كده كونكشن شغال بدون اي مشاكل كونكشن شغال بدون اي مشاكل طيب وبعد ما تصلح انت اللينك ديت الاقي انت حسب الكونفجريشن ما حسب ما تخلاش في اي كونفجريشن حسب ما انت عايز لو عايز بعد ما اللينك دي تتصلح ار 1 يرجع يبقى هو اكتف وده يرجع تاني يبقى ستاند باي اوكي لو عايز يبقى ده يتقال له اكتف يعني مش فارقه معاك مين فيهم برضه يعني هتشوف ده الكونفجريشن انت اللي تكتب العنوان ديت وتخليه وكده بس مش هتفرق معاك في الاخر المهم الفكره نفسها في الاخر يعني ايه 1 ولا 2 واحد هيبقى اكتف والتاني هيبقى ايه ستاند باي انا اقدر اتحكم في مين هيبقى الاكتف من الاول يعني احنا اللي قلنا من الاول ار 1 هيبقى الاكتف خلاص تمام احنا قلنا من الاول ان ار 1 هيبقى لا وعايز الاول يبقى ار 2 اوكي هنشوف ازاي الاول اللي تخليني اخلي مين فيهم الايه الاكتف بس الفكره بسيطه ازاي فيري سامبل بس في نفس الوقت يعني منطقيه جدا جدا الطريقه اللي هي ايه بتشتغل بيها وده الحقيقه نقدر نشوفه عملي اوريدي في باكيت تريسر يعني هنرجع لها تاني من الاول طبعا او واحده تانيه بس المهم ان انا ان فيها اوريدي الفكره مطبقه على 1070 يعني اوريدي كونفجريشن وكل حاجه فاهم؟
ما تحطش في دماغك احنا لسه عاملين الكلام ده كله من الاول، بس انا عايز اقوله لك ان اكشن قبل ما اوريك هو بيكونفجر ازاي. بي سي 1 ده بيتوصل للسويتش وبعدين بيتوصل للغريبه تو راوترز. اوكي مش مهمنيش اي حاجه بعد كده، دي الانترنت يعني ده كانه الانترنت وده سيرفر عشان خاطر يمثل الفكره عندنا. فالبي سي دوت لو عملنا كده وقلنا له كومن برومت وعملنا بينج على مثلا www.netcat.com تمام ودوسنا انتر